بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى سيدي بلنك وها وحاينو سوغينا وإن وفردنا مجلس كي سؤالها إن كوي دين إني مشايخ دين قيمها بضن مرتدينو شيخنا الوالد أبو محمد عبد الكريم حسن محمد حفظه الله، وشيخنا الوالد الدكتور عثمان معلم محمود. إلهي سبحانه وتعالى هكا أبا المريو واختقى أي مركا نسيين سينو قفا إذي سنو إسلامركان وحويان أينو أقوبان ديقنو وحي إشكالنا قلي وكم إذا وحويان شريعة دينا iyo waxa weeyaan arrimaha diinta wixii marka madmadow uu inaga galay inay marka inaga waxa weeyaan jahli saaraan oo ay waqti ina siiyaan iyo waxa weeyaan ayaa marka inuu u fadhinaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahadnaqiisa kadib waxaynu u mahadnaqaynaa culimadeena waxa weeyaan sida fiican ee qiimaha leh ee waxa weeyaan ay inoogu siiyeen waqtigan aynu kor ugu qaadi doono aqoonteena iyo wixii markaa madmadow uu inaga galay. Kolle culimada waa garanaysaan waxa weeyaan tacriif uma baahna, oo waxa weeyaan dhammaan dadka fadhiya waa talabatul cilmigi sida aan filayo. Waxaanay noo socotay duruus musalsal ah, sidaa awgeed waxaynu si toosa u bilaaban doonaa biidhnillaahi tacaala as'ilada, innagoo markaa horreysiin doona sida ay u kala muhiimsan yihiin. Waxaynu codsan lahayn su'aalaha marka la soo qoraayo in waxa weeyaan far waadixa ama qoraal cad lagu soo qoro si aanay waqti badan u qaadanin inta su'aasha la diyaarinayo. Su'aasha koowaad, saa'ilkani waxa uu leeyahay waa maxay xukunka in meherka lagu qabto masjidka gudihiisa? Waana daahiro markaa waqtigan dambe aad markaa u faaftay. Marka shariicadu maxay ka qabtaa in xafladaha meherka lagu qabto داخل المسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. مهرك إن لغو قبته مسجد كقوده الساهة دي مخالفة الشرعية أن لا إيمان وحمانع مؤقي، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال شلبات يعني نكوحك سيني النوحة إيتهاي أن ومحي حكمك إن لإيبي الدينك waa xayawaan markaa waxa weeyaan xayawaanada ka mid ah in diinka la iibiyo iibkaasi xukunkiisu muxuu noqonayaa? alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa muxamadin wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira. Diinka iibinta la iibinaayo ahlucilmigu marka hore waa isku khilaafaan cunitaankiisu ma bannaan yahay mise ma bannaana, oo madaahibtu waa ku kala duwan tahay. Madhabu shaaficiya waxay qabtaa inaan diinka cunitaankiisu bannaanayn. مذاهبتك كلا قاركود نصداس وكوا فقسيين. بعض المذاهب أو عنيتان كيس بنينا يا واجران. لكن دتك قاركود هدا يبين تأي يبين أيان لبض قول منا كم رسنا. هضيت هاي قلدي بنينا يسيع عنيتان كلا عنا أيو. يا هضيت هاي مذهبت حارم تنمين يسمد والباء. ما دون أيان إنا عنان. لكن وحي دون أيان وح كلا إنا يكبران. وحنا دعذ صدى الله الشيعي إن دينك مركل الدلو. أما مركا وحوية لقلوها دي وحي لقوها يو سداس اللو دلو شاي النول
إلا إسكدي لو عبث لو دي لأنا ميد بنان ماها أشيادي دي الكودة اللي بنيين كما مدها شايقنا هدو حاران يهي وحكرنا لنا يسئيب كيسوين أنو بنانين إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه سيدا حديث كبا كسو عرورتي النبي قولي صلى الله عليه وسلم إلا هاي هدو شاي حاران تنميه لعكتي سيئيب كيسنا وحاران تنميه مركا عوني تانكي سعدانو بنانين من فعكلوا حلالنا آنو لهين إبكي سميد بنان نغن ماي ضميرها وحيليهن من فعا حلال ويدان لديل إنبا ركوب لغرد غن ايا ووح لغره رن ايا سياسا ودين من فعا دا حلاشا عدي ويبين ايسا ما ويبسن ايسا وحيتهاي إنو إبكو دو بنانيه لكن عدي عوني تان ويبسن ايسا وحن نغن ايا إبكي دو إنو كحاران سيه هذا الدين كما أغين من فعا حلال أوليه marka lagu socdo qowlka oranayo shaaficiyaduna qabto cunitaankiisu ma banaana sidaas daraadeed iibkiisu mid banaanaan ayaa noqon maayo dadka marka oranayo wuxuu liqay ayaanu baareynaa oo dabad marka sidaas doonaya inay marka u iibiyaan ama wax ka baaraan haday wixii ka waayaan laga yaabo intay dilaan inay iska tuuraan kolayba waxay ku jiraan shay xaaraan wey marka saas awadeed kasabka waa in la eega meesha wax laga kasbanayo wixii iibkeedu sharciga aanu ku bannaanayna inaan la iibin weeye aan marka lagana doonan xoolo in laga kasbado wallahu aalam ahsana allahu ilaykum wa baraka allahu fiikum su'aasha ku xigta saailkani waxa uu leeyahay mukhaalafa kasta oo manhaji ah miya lagaga baxayaa daa'irada ahlu sunnati wal jamaa'a aftuna ma'juriin wa baraka allahu fiikum bismillah مسألة منهجكو وواثم وطريق موقت منهج هداد مغشف وطريق طريقنا وحماركتي ووين ووليهي أصول لي راهدو فروعنا وليه مركا إلا إطلاق أول لي راهدو قفكو مخالفة كستو منهجئة ولو تبديعنا نسح ماها لو تبديعنا ما ينسح ماها وإن لفير يا مخالفة وليمت هيرك أي قارسي سنتهاي يعني أصلتهاي يعني فرعتهاي يقفك وحن قد عاي حالك يسيد ويهاي من المعركتهاي أهل وأهل واجتهادا مسوى قفك لا مسألة مركب حيو بانتهاي بارتان بيو بانتهاي هذا اللي اسك إطلاقي كارو نعم حوم اللي اسك مارت إطلاقي كارو إيمان موغضو وبالله التوفيق بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أسائلكني وحاوليها ما حكم الاستغاثة بالأولياء والصالحين يديقفك أمرك مدد يا عبد القادر أمرك كرواقه مشرك أكبر باء دينته كقبحايه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا شوابت وحيتها gargaar weydiisad kala gargaar weydiisanaayo dadka dhintay ee awliyada ah amaba loo qabay inay dad saalixiin oo awliya ay yihiin iyo bariista la baryaya waa arrin shirki ah oo gaalnimo ah oo diinta lagaga baxayo min xaysul itlaaq waxaa u daliila nusuusta qur-aanka ayaa u daliila oo allah wuxuu yidhi waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qatmiir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم بنص القرآن الله وحو الشيغي إن الشرك تهي أي آيات الله الشيغي آياتنا وعام والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير بعض اللغة متشهدي وكل قد إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قرلق سوريبا يا مشرو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا بريدان بريدين مقل مايان ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذا المقل لهايان فرضا وتقديرا إذن ما يأتيبين ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما رنت قيامنا وحيك كفرين أيان الضفر أيان شركين آكو شركي سمين إسان يقى أي إذن كو الضفر أيان آيات كلا الله حيري ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله آيادنا وحكو الشاقي عد كبادي بدنين اجترين عد بري إيسا عدنا أجيبين إلى مال تقيامه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له
أي لا أحد أضل عندك بادي بدن ما جرتو ممن يدعو من دون الله مدبر يا إلهي سكدي أما إلهي غيرك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة مدن أتشيبين وأقبرين إلى مالين تقيامة لقى قارا أيوه مدن أتشيبين كبر يا إياه عندك بادي بدن ما جرتو بمعنى هو الضلال كيبادي ذو قوي أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ضلال في وحوقه بسمى ضلال كفري يا ضلال فسقي ضلال مركا قال لما يا ضلال كسوكية وفاسق نما لبدا قيبض وقيب سما ما دام صيغدا أكيمي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له استفهام كنا ويهي بمعنى النفي أو دعايو لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إنه ضلال كي وينذا بدناء ويهي وضلال كي كفرق أهاما قال لماذا ويهي أي آياد عضينيس حنا آيادك لا إلهين وعدي إن أي تاي عبادة لغير الله يعني أي آيادك لا الله وعدي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون بريضي بريانا وكم وقهم يعني وكم وقهم وكم ورقبان وما أقعد دم بريسا ما ننتقي من عبادتي أي عابدين بيكوط في ريان ورنا يعني أننا لم يعابدين مركا دعاء غير الله إن إتاع عبادة العابدة أيه أي مركا عضينا إيسا إن أمبان مر أركي أهان شري صوفي مركا سامحان كوري محاك وقوة عنا سابتا أدخي بحضي صوفي نمضم حي أهي وحر المالين باوحان إمي حلقات النحوة اللي قرد غيه مركا سانينكي النحوها دي غيه أي وخصوم مري آيادا قيبت موصولات كمركي لمراي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له مركا صد ودنا آيادا انتو فصري أي وحر من لا يستجيب له كعبد القادر وكاسان كوري كتابك بينها كشيغين عبد القادر كوميالي كتابك بينها كشيغين عبد القادر كوميالي ومثال مركاسان ننكلو لنع فرديا وحيدي ولا تشوغي ايا وحول من ما وحى الله استعمال عاقل مسا غير عاقل نحوها انك توحى نكوري عاقل با الله استعمال مركاسي عبد القادر معاقل با مسا غير عاقل مركاسو انكوري وعاقل مركاسي ما دون الله با مسا وحوي والله ما هو دون الله مرهدو مركا من الله استعمال عاقلك عبد القادر عاقل يهي دون الله هنا ويهي نلاد آيات أوقات صارتها ما شفتوا نلاد آيات أوقات صارتها ما شفتوا حشادي بقى يقول حرام تيجي حلا وحنا كل شوابن وعي بري سكان كان بقول هل كان مكتوبات بقى مسجد كفوقي صصرة مكتوبات بقى بقول مركب الروح كنا والغطس الدوراي بري سكان كان سجال كمركتها بري دي بانيمي بري دي مركاني بيان مركا سجل الضوض مركا سان مربى مسألة فقهية سكوت ترى مركا سوره مسألة فقهية ويا أي مدو كل الدويهين كتبه وين أبو يسوع صارا يا أي مدي هرا قري مركا تفاصيل لها غير كلها يعني مركا يوسف صار بل هذا إمام يالكي بقى اسكو خلاف صناعي مثلا شقارك والصحابة دي بقى اسكو خلاف صناعي مركا وحوهي سببت أقوهين مركي أقوه الرئيسي أرنكا إيقا إشكال جيليسي تاسهيد بود أهل العلم قاركود وحيصون نقليين إجماع ولماذا اسكو وفقصيهين إن بريضاس إلهي غيرك لبريا يضد كاردنتي لقرقار ويدي سنة لبريا إن إقال لمطة هاي علماذا قاركود إجماع كسورهرين كتب بدن نواك سو نقليا أرنك النعاسة ولا ماذا إجماع سو نقل الصي كتب بدن وفقية أي مركا كسو نقليا وشيخ تقي الدين وحويلي من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماع كي وحوي إلهي يسقى إنا واصدة أرنا حيصه اعتقادية واصدة داسه أبريا أيه وحوي دي سنة أيه أو شفاعة كبريا أيه أو سؤال يعني كروبات كين كفيدان وكبر يا أيه وقالوا بي إجماع بانك قالوا بي نقل عين كاس شيخ تقي الدين وصون نقل إجماع ولا ما بضم باكسون نقل في كتب الفقه يا في كتب الاعتقاد كتوفر بضم بالقصون نقل يعني وحكم إذا كتب تفقه صون نقل ليس كتاب كالإقناع اللي يلهده يا الشرح ليس أي صون نقل إياه وأنا كتاب فقه على مذهب الحنابلة أخرى وحكم إذا إنصاف كأي كم إذا سجن كتاب فقه وين يعني وحكم إذا منتهى الإيرادات وحكم إذا الفروع لابن مفلح يعني حتى كتبه مركا أنا هين على مذهب الحنابلة أصول نقلين سنوات شرتا الشيخ ابن حجر الهيتمي كتاب كيس اللي يلهد الإعلام بقواطع الإسلام وحاو كسو نقلين إياه ابن مفلح إنه كتاب الفروع سيدا سيدا كويري كسو نقليي أي صول نقلين إياه ولبقاعدة دي سوحة الشيخ ابن حجر الهيتمي هذه مسألة دا قال لماذا لبسوا النقليين وخلاف أي كتشران ومذهبت يدو أي خلاف سنتا يوين برارو كين يابون تنى وحمركا وحوي خلافه وسوا النقليين متشره ظاهر كهذا الكسوحو أقيا هين وافقا أيوه الإعلام بقواطع الإسلام نوا كتاب مطبوعة
واجي هنا طبعة قديمة أيو طابعنا ومركه وحوي مرنا قار لو طابعي مرنا كتاب كيسا كلا الزواجر اللي هذا عن اقتراف الكبائر حقي صدام بين لقو طابعي دوانا وحلا طابعي دار المنهاج يعني بجدة أي مركة طابع ضي الإعلام بقواطع الإسلام طبعة أنيقة طبعة عصب ومركة آذو قرح بضن أي طابع ضي مركة نقلقة وابن مفلح كان نقلين أيوه وقصه قمتهي إجماعنا وقصه نقلين أيوه وح نقضية يوح برنة يوح مخالفة أو كتا عقوبية أنا ماشي أكو مجرته يعني وحوية هدو مركة نقلها أيوه ومركة خلاف صن وشيء لها سيد مسائل كلبة مركة أقول نقضيي أما مركة وحوية وقدبت تقي مركة وحوية على كل حال مسألة النوع أساء حكم كيد وأساسي ذاوي والله أعلم. بسم الله هدي عن وحير تعليق يركدر شيخة وكيسة خير الله سيو دمي وحلقها الله وحيتها إن قفل ويديسته وحانوا أوضوا لهين والله مو يحكلوا أوضا أن يجري سيدا مثلا عذابتي إنه كبد بعض أوكله أمام ماركتي غائب كمقنا ويرا إيسو علي أما قرقار ينكو يديسنا ويرا أهدو ماركا هديق قفل انتي وحلا ويديستو وحاس وحي دونان هذا أما هو هنا ما هير هذا أما قف مقام وحلا ويديستو وحاس أما هو هنا ما هير هذا أما قف نول لويديستو وحانو أودين وكو النولي هاي وحاضر دينا وكل الجوغة لكن وحاضر لها أولاد سي أولاد هنا سيسان كويدي سنة يا ولا لا وحاصر دان شركة بين قنايا لكن هدي قف حي أو حاضر قف نول وكل الجوغة عاد ويدي ستو وحو أود أولي هاي ومارك تاي ألا أود وسي يدو شركة ومقش وجائز لكن مشكلة هو محي سيد غالب كأوحي ويديستان وح عالم الأسباب والمسببات كمقن أما قف دنتي أما قف مقن أما حتى قف جوغي وح ويديستان وح الله موغي وحكلو أودا آني جيرين العلم قبركم مسألة عن كتابة قاري كالفين شيخ صنع من التنمية كتابة الاستغاثة اللي يرادو يقول لي يعني شيخ معلم كتاب كيسا العبادة اللي يرام رفع الاشتواء اللي يرادو انفصل رمبو كقري الدعاء وكوم عابي وإلى سديت ورقود كقري الشبهات كأي سواء روريان ذاتك أرين كابرنيان وكجوابي علماء الدعوة النجدية رأت بأرين دعوة هدلين قفك مركة تفاصيله بأن ملاز وكرات سنكرا وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائلك كوحيقا وحاولي هاي ومحي حكمك ذاتك الدعاء داهي إني كقيب قلان انتخاباتك أما الدور شويك. بسم الله أورتا سيدة دبا واحن دور شوينك اللي يراداهي ما أهن واح سلف كينو أقوان جيران ما واحاني سلف كينو أقوان جيريننا باركنو كيري مايان ما دعي كرتو إن طريقة خلافة إن طريقي سلفك أي باركنو كينتو لكن واحن دعي كرتو داد كين لغو ضغطيو أما براشر لغو سارو طرق محدثة وقال لغا كياني اللي لا إلا وإلا كدقمة مركا مو بنانا ما إلا اعتقادي وحاسي وح مارك بنانا إليهين أما وناكسين إليهين مركا طريقة غربية وقال لغا كياني مسلم كان عن مناسب وحين يوالو قصبا يعون وحكو سوارتي إني انتخابات قلان وذاددو ميا وذاددو الشقدو ذا قبصدان وحي أودان وآدد كيدي وحبران وعقيدة ذاتك إكسحان ويقو علم قبرتان وصيب عنو مذاكريان ومدي الله ايدين كان مارك وشرحان هكشقيان تاسي سبكتا مانكري هذي سيد داعاد دين تي واديقان ربان يقو اني وحبرتان ذاتك اني وحبران علمي اني كو عمل فلان كما بدين كران عرنتان كسابسان حبو كمسلمين تنا سيد واجب كايوام حي وأمرهم شورى بينهم وإن ثلاثة أي ماركتي كجو أضاء ذاتك أي كجو أيسى وإن شورى وحكوية ماذا طريقة الديمقراطية ذا هي ما هن شورى ما وخلاف سنتهي والدجل يكذب شيخ صفي الرحمن الباركفوري كتاب كيسة وقراء أحزاب سياسية في الإسلام وكما قعابي وحوتو سالو سوقاتي دور شوين كدعي باكستان
أنا ما ينقف كرا هذه كتابك وهالي كرا ما إنترنت قال هالي كرا وتحليلية سيدا وحجيران يا أصوات دو أنت يتهيأ دتك ودن كدكانو أنت أيهين كدي بحصوب بعضي نسبعا معنا لهين هيدا أكتر بقول كي ومن ده طبعا ما كير إني ما ركت دورتين قف كاسل لي يا هاي والله دورتين ديمقراطية على دورتين مركو دجل يا كذب وحكوديسن وبينه حتى تمثيلك وحصح معها مركا ما طريقة مسلمين معهن تذا كله رسولك صلى الله عليه وسلم وكديري الحون كل الراديو انتخابات كن وحون الراديو أيوه يعني سو خلاف سنة تاس سو ما خلاف سنة وقتها حديث كي بخاري ومسلم وريا رسولك صلى الله عليه وسلم حويري يا عبد الرحمن من السمرة لا تسأل الإمارة وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وحن مدحتني ماذا اللي يراه ويدي سنين ولكن انتخابات محيي سوي دورت معهم الدورت عن إذن حكومة سو معها رسولك صلى الله عليه وسلم هويديني بوي هويدي سنين إمارة هويدي سنين بوي سببتو أهدي لقودي بو ويدي سشدا أويدي ستاي سببتت والغو تلسارتا ألا قرب كاواك بحاوي معنو قفر مركا ألا قرب كيسو كجرين ما خير نوكي نايا خير نوكي رماي وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها هدي انتي لو سوقبت لو يروح هوش النوقبه ومسلم كنت سوقبت يمكن هوش النوقبه اما انك ما حدا او يروح انقبه ده مركا ما ادن ويديسن وعنت عليها بعمل كو تعالى ولو غرغرا وير ولو غرغرا او الله كو غرغرا وي معنو حديث كي كلي اسغنا بخاري ومسلم وريين ادم وهم يغو دين ابو موسى الاشعري وحو ليه رسول كان نبي بوله صلى الله عليه وسلم عليه لوين اوكاي لوين وحين لو ديبو جاغي لو ديبي ويديستن انما انا وين بوله يا مكتو عذر دارنايا وحا اي ربي نمن كان ما غراني رسول صلى الله عليه وسلم وحي لي الا لا ان لا نولي امرنا هذا من ساله او حرص عليه انو شقده نو مديبنو قف ويديستي اما كودد علي انتخاباتكم الواسي كبحسين يا سؤال ايو حرصي ما مناشو دادال لو دونا اي مارته حب سيده لو غار لامي كبحسنت كما بحسنا مركه هاديغي نو يالا كاسو اها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخاري وكوري من باير عمر دو دينتو هبل بان مارته يعني ولا ما باي عودي بو مركه عمر و حناقي و خونا ييري شكد وا ديرهت مكي كسو بلاوتي لكن مدينه يوكاه له عمر وانا مركو دمن ربي وغير من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلع قف قف كلام بايع هذا يدو مسلمين تا مشورة ذي آن يجيرين هو حلقة قرسان عيو لا لهم بايع هذا أسرع يكون لهم بايع هذا وحي بنفته ضوبا بحيان إلا الدلو مركا ما طريقة ما رتي مسلمين يقون ترين إن ما رت انتخابات يحنا عسكر لقدا دالو أريكو وأنو شورا بين المسلمين وكل ماذا أو يقدر تقصد صاران قف كي ما رت هي حكم لها هدي إمام كي هرو جوا وميت كلام جعابنا يدنا وحش كلام لهن هدو ما رت هي شورا وسمية أنا سيد عمر وسمية يدنا وأريهم أنا أحسن لكن طريقة انتخاباتكو ما أوح بركة لوكين عيو وأنا لا جربي أو دين أي كدق مين لمارك dadka waqtiga ka qaaday juhdiga iyo maalka howlaha galiyay khasaare ka joogan waana lagu jabay billahi tawfiq masalada waa sida sheekhu uga jawaabay al-ilmiguna saasiyada bay marka tilmaameen inay tashabbuh bil kufar tahay tariqa gaala laga soo qaateen ay tahay sharciyana ayna ku banaaneen in tariqada la sameeyana wax khayro ku jira ma jiro yaani sharba laga dheefo wadanada qaar kood waxa ka dhacay dagaalo iyo fitan ay doorashooyin sababeen munkaraad fara badan iyo waxyaalo fara badan oo dambiyo kale weheliyo la dhacana waa jiraan marka aad iyo aad bay u baraka darantaa laakiin haday dhacdo in ay ciidii ku soo baxdo oo taladii ay qabato oo amniga ay sugto oo awoodi gacanta ay u gasho loodan maayo xaakim sharci ma aha waa lagu baxayaa lagamana amar qaadanayo loodan maayo oo shay xaraana أما الطريقة حارانا عيد كتمي أي واحد يعي كرتل للضرورة وقت هذا قار كل علماء ذو إنا أقع الصحيان إما كائن لقد دونا السيف يا الدجال علماء ذو واحد وحاران
وديق مسلمين تا والله ضادين يوم مركبوا طريقة حرانة يضيع عين كاتها هاي بهذا نوح حد عذي وقت جي هري السلف كا إنه يدك قاركود أي قاتين سيف أي قاتين وقطة قلمين دبنا أود قعنت أقع شيء وأي مركب دم أمني جسوين حديث البخاري كوي الله وحسوسين تما في ليا عبد الملك بن مروان يا ابن الزبير أي أرنك كله لما يسكو هيستي ابن الزبير با ثلاثة قبطي هذا مروان باكو بحي إمارة ابن الزبير وكهو الرئيس مروان مروان الله مدر دار منه ولي العهد لغا مدقين يضوى أن ولي العهد لغا دقين فأي بنان اسكتها الله أي ابن الزبير قاتل وحي النقطي غالب كي مسلمين تو إن إمارة ابن الزبير هو سقلان لأنه وحكتها لنا يي حجاز يا يمن يا عراق يا مصر يا الشام وحكم هذا انت صور نمي إمارة ابن الزبير بسوص قشي إساقو انت صور نمي كتاليا أيام مروان كبحي سقال بلود بلد قلمي مصر بوكا قبصد شام بو انتي كلاكا قبصد وارد انتي إنان كيسي عبد الملك با شكدي إسا سوى تاقايو إساقونا هالكي كسي وضي تقال كي وحوو يقمدي حجاج ابن يوسف أيو كردك تي وزير تقال كينا وحل سارتا متدي تقال كاسي السعودية مركا لقول له لما يلا يسكن لينا هي صحابة مدنا بيع مصين وحكم إذا عبد الله بن عمر صحابي اللي رنشر من علماء الصحابة كم إذا يقو حتى مكاء يسكن لينا يان أيو مرنا قول هذا أتقى يولتو كان يسلاة مرنا قول هذا كلا أتقى يولتو كان يسلاة دينا انتو اسكتاكو أيو قرق اسكتقري مالنتي ابن الزبير لقد تخلصي أي نقطي إنو عبد الملك بن مروان إساقو ميشا كبقر يهين إسوها اللي وعيد ثلاثي كوها يسطا وهرتاقني أين اتشرين مركز عبد الله بن عمر بيعدسي أطى بخاري حديثك كسو قيها وليها إن أقر بالسمع والطاعة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يعني السمع يطاعا قريا وحانا نقر يا أمير المؤمنين وعبد الملك بن مروان وإن بني أقر مثل ذلك روح كستو مركا إهل كيغة كمدة وأرنكا خلافنا مركز سأسوكا يضم بيسا إلا كانت الفيصلة بيني وبينه وطيئي ماذا قاركودي لهدين مركا وحوية مركا اجتماع دعوه وعيد الغكلمه وحي نغنيسا إن عبد الله بن عمر لقد ضيضه مركا علماء وحي لذا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء مركا هدى دعوه إذا انت اكسوا بحضه أمنك إنا السكته أودك عنت أقشه ضدك الرعية دي الشعب النقدان وحي لازم مركا نغنيسا حكيم شرعي إن لا أقنصده إن لقبحانا مبنانا ولو طريق مركا وكيمي يانو أهم بطريق شرعية وهي طريق إنديق للدادية وكدر انتهي طريقا مركا حارانتا هي الدور الشداء وكدر انت مركا ساسا وديد مسألة ذاسي كمرد لنا يسوئين ليلة هدو يعني عدك استو كتمي بلد كي دونتو هنغطي حاكم نغن ما يسو يعني إما روح ليلة هدنا ميا لنا يسوئي دو أمني السكتي أودنا قعانتا وقا الشيدات كنا الرعية النغدين وحين نقول إساء إلا يلاهد السدع علماء قاعدان الشيقين يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء شيقوا إنه سيد دائما سيجر وحلقوا عفيا لقوا دافا وحين لبلابه أن لقوا عفينا إنه لقوا دافا يسدع علماء قاعدة الشرعية أيكو الشيقين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلك كحيقا وحوليه زكا مكو واجبيسا رواتب تشقالها مشاهر كشقالها زكا ما لقول ليهي هدي او قارو حدكي زكا دعو وحويان اي كو واجبيسي. بسم الله. راتب كل يوال لعك ومبدأهان لعكتو وعي كميتاي وحيابها زكا دعو اي كو واجبتو لكن شروط بيلادة وان نصابكي أي قارت هالعك تاسي سيد هذا نقول شو يعني صار كوي قارت لكن واحد لو بعاني أيه واحد لا يرى هذا إنسان تكسوري حوالان الحول واحد لا يرى ذاجرة حوالان الحول هدان وبيعنوا سنة تكسوري يجين بركي أم ملكي العك تاس زكاة واجب نقول ما يسوي لكن لوادي شرطي وين لسلاها لا ولا التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائلك كحيا وحولي هاي ما الفرق بين الأشاعرة والتبليغ حول حيا أشاعر يتبليغ. بسم الله. أشاعر يتبليغ مرنا فرق وأود حيا مرنا فرق وما دحيا فرق وأود حيا وحيا أشاعر ذو إنيهين فرقة قديمة أو
madhabkeedu uu u dhexeeyo madhabkii muctazilada iyo madhabkii ahlusunnada, inkastoo ahlu sunna sheegtaan iyagu. Waxaa loo nisbeeyo abulxasan alashcari, cali ibnu ismaaciil, oo muddo dheer muctazilada la socday, kadibna ku baraarugay khaladaadkoodii oo ka toobad keenay ictizaalkii. waxaa culimmada ay sheegeen inuu dariiqa kullaabiya uu maaragtay la qabsaday markuu ka soo tegay nimanka, oo aan sifaadkii qaar la sugaayo qaarna aan la sugaynin. kadibna waxaa isaga labdiis ka sugnaatay inuu leeyahay ictiqaadkii imaam axmed yaan rumaysanahay. laakiin mushkiladu waxay tahay dadkii ka dambeeyey annagu kaley ma aanan arag dad maaragtay sidii soo kala ah oo madhabkii uu saafi yahay oo ahlu xadiidkii maaragtay aan khilaafsanayn. ee waxaan aragnay inkastoo dee qolo walba qoladay maaragtay ka dambaysay ay kasii xumaanaysay, waxaanaan aragnay maaragtay dad aada wax u bedelay waa baaqilaani. haddii kuwii ka dambeeyey loo fiiriyo, maasha allah awliya luu noqonaya, waa sii socota baashu ilaa ay raasi ka gaartay. raasina maaragtay meelo badan muctazilidii buu ka shabahay, aad buu maaragtay sifaat fara badan u inkirsanaa. madhabkii calaa kulli xaal wuxuu ku dhisan yahay oo hadda lagu yaqaanaa waa un maaragtay in la yihahdo todoba sifoyaa la sugayaa, inta kalena waa la awilayaa. nusuustii maaragtay sifaatka ku soo aroorteena waxaa la leeyahay wakullu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warum tanziiha. mantiq noocaas oo kale ayay ku socdaan ashcaaridii marka mutaakhiriinta ahaa oo maaragtay juhar tawxiid iyo sunuusiyada iyo ku taalay. waa madhab bidci ah oo madhabkii ahlulxadiidka khilaafsan. calaa kulli xaal, madhabkan waa madhab qadiim ah oo kutubana laga qoray lana yaqaano. waxaa soo baxay waa dambe oo un qarnigii, haddii kan gaalada la fiiriyo, un kii hore ahaa qarnigii labaatanaad miya la yidhaahdaa, bilbilowgiisii yaa nin uu hindiya ka soo baxay oo uu yidhi maaragtay wax sidii uun ilhaam camal oo kale ah aad mooddo inuu maaragtay iska dhigaayo in wax loo waxyoonaayo kale, yuu yidhi maaragtay kacbaa la yidhiyo dee dacwo gal oo howl qabaa la yidhi, waxaas uu sheegay ninkaas. marka kolley wax sifaad sita la yidhaha iyo wax noocaas oo kale ah yaa laga sheegay oo uu arkaan uga dhigay dacwadiisii. dacwadaasi marka dacwo kala taqaan maaha muctazilada iyo ashaacira iyo khawaarij iyo raafido aada ugu kala socna. ninkii khuruujka la ogolaada ee afarta birood la baxa ama afartanka la baxa waa walaalkood, waxaa shardiyaa uun inaanu jamaacada wax ka sheegin. marka waxba kama qabaan dadku inay ashaacira ahaadaan oo madhabkii raasi ay aaminsanaadaan. sidaa darteed meesha hadda waa iswaafaqsan yihiin la dhihi karaa, laakiin haddana de madaahibta kaleba kulayl kuma haysa iyaga. wixii ay dejisteen, qawaaciddii ay dejisteen oo sunnada khilaafsan oo maaragtay towxiidkii iyo sunnadii aada uga soo horjeeda, qofkii ku waafaqa ama mujaamaleeya ee la socda iyaga waa walaalkood. marka saasaa marna farqi ugu dhexeeyaa, marna maaragtay la dhihi karaa farqi uma dhexeeyo. wabillaahi towfiiq. hadalka sheekha waxaan kusii darayaa, waxaa laga yaabaa mashaayikhdoodii hore waaweynaa inay ahaayeen maaturidi ay ahaayeen. maaturidiyada iyo ashaaciraduna waa isku dhow yihiin, inkastoo furuuqi u dhaxayso waxyaala ay ku kala duwan yihiin kutubana laga qoray. oo kutubo gaaroo laga alifayna ay jiraan alfuruuq bayn almaaturidiya walashaacira, meelaha qaarkood ama kutubaha qaarkoodna lagaga dhexdooda lagaga hadlay, sida ibnu subkiba uu kaga hadlaayo dabaqaatu shaaficiya tarjamada ashcari markuu ka hadlaayo oo ashcari u tarjamaynaayo, ayuu farqiga maaturidiya iyo ashaacira u dhaxeeya iyo waxyaalahay ku kala duwan yihiin uu ka hadlayaa. deedna waa tirinayaa masaa'ishay ku kala duwan yihiin, nadmina waa keenayaa lagu nadmiyey furuuqda u dhaxaysa labada madhab. haddana waxaa la yidhahaa waa labada firqe isugu dhow ayaa la yidhahdaa, labadubana waxay sheegtaan sunna ayay sheegtaan oo inay ahlusunna yihiin ayay sheegtaan. waana dhacdaa qaarkood inay markaa ka dhigaan mid ahaan inay sunna ahlusunnihii tahay, ta kalena aynay ahayn. oo way dhacday bacdu lmaaturidiya inay yidhahdeen ahlusunnuhu waa maaturidida keliya, waana dhacday bacdu lashaacira inay yidhaahdeen ahlusunnuhu waa ashaacirada keliya, waana dhacday
badanku inay yiraahdeen ahlu sunnahu wa ma turidiyya ya ashaa'ira qaar kalena ay ku dareen ahlu xadiiskana ha lagu saddexiyo sidaas ay yiraahdeen waxay ku kala duwan yihiin xagga ictiqaadka beledada ay ka soo jeedaan bay nimanka tabliiqa la yiraahdo ku kala duwan yihiin haddii beledada xanafiyada ay ka soo jeedaan madhabkooda ictiqaadku badiba wuxuu noqdaa madhabul maturidiyya haddii beledada shaaficiyadii ay ku nool yihiin ay ka soo jeedaanna madhabkooda ictiqaadku wuxuu noqdaa sida qaalibka ah madhabul ashaacira laakiin waxaa shartiya inaan markaa waxa weeye furuuqda u dhaxaysa labada madhab inaan laga waramin dadkana aan loogu yeedhin oo wixii khilaafa waa in laga fogaadaaba yidhahdaan marka hore iyaga waxa u dana sida sheekhuba sheegay mabaadida ay dejisteen in lagu wada socdo ayay markaa sheegaan mabaadida waa in lagu wada socdaa khilaafkana waa in laga fogaadaabay leeyihiin waa jiraan inay waxa weeye hadda sida la sheegayo kutubtii ictiqaadka ashaacira u qornayd inay daraaseeyaan dhigaanna dadka ku taxanna u dhigaan waxay ku socdaan namadkii beledkaas xagga madhabta iyo xagga ictiqaadka mid walba in lagu socdo oo dadkii mukhaalafa aan loo muujin marka calaa haada kuwa marka waxa weeye hadda daraasaynaya madhabul ashaacira ee waxay noqonayaa inay ashaacira yihiin iyagu haddana marka waxay tabliiq ah kuwa maaturidiya madhabkooda daraasaynayana inay maaturidiya yihiin wa hakada marka waxa weeye calaa kulli xaal in la yidhaha wixii khilaafayaan la sheedin xaqayaan la caddayn oo tanaa saxa iyo tanaan sax ahayn ictiqaadkan baa sax iyo kan baan sax ahayn yaan la sheegin waxaana shirkiya yaan la sheegin taa lafteeda ayaa waxay tahay mid qalad ah marka mukhaalafaad badan bay calaa kulli xaal leeyihiin marka sidaasay waxa weeye tadaakhul waqtiyada qaarkoodna isu soo gelayaan oo isagoo tabliiqa ayuu noqon karaa ashcarina noqon karaa ama maaturidi noqon karaa yacni saas yada xaalkoodu yahay wallahu aclam baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayra saa'ilkani waxa uu leeyahay fatwa ayaa jirta laga soo naqliyo allajna daa'ima fatwadaasoo odhanaysa salafiyiinta iyo ansaar assunna iyo ikhwaanul muslimiin wa jamaacadu intoodaas bay markaa ka kooban tahay jamaacada ahlu sunnati waljamaaca markaa fatwadaasi miyay ka sugnaatay lajna daa'ima haddii ay sugnaatay waa maxay tawjiihiinnu baaraka allahu fiikum kolley waxaa jirta fatwa qadiima oo ay lahaayeen lajna daa'ima oo tilmaamaysa inta la weydiiyey kooxahaas inay yidhaahdeen yacnii aqrabu alfiraq ama aqrabu aljamaacaat lafdiga hadda ay ka cabbireen ma xasuusto ilaa ahli sunna wa ansaaru sunna uma wa ikhwaanu lmuslimiin kolley fatwa noocaas ahayd waa jirtay waagii horena marka ay tilmaameen lajna daa'ima biri'aasati ibni baaz waxaana jirta beledka sacuudiga wax jamaacaad la yidhahdo lagama aqoon mashaayikhdii fatwadaa soo saaray waxaa ka mid ahaa sheekhii la odhan jiray ibnu qudayaan ibnu qudayaan mar la weydiiyey wuxuu yidhi beledkan wuxuu u jeedaa bilaadu sacuudiya wax jamaacaad la yidhahdo may aqoon jamaacaadku waxay ahaayeen shay waafida oo beledada kale ka yimid markay culammada isu sharxeenna waagii hore waa isu qurxiyeen oo wax kastay is yidhahdaan culammadu waa idinku naqdin karaan umay sheegin umanay muujin dad uun markaa diinta baranaya oo diinta dadka ugu yeedhaya oo ducaada ah oo sunnada iyo tawxiidka dadka ugu baaqaya oo munkaraadka iyo fisqiga la dagaalamaya inay noocaa yihiin bay isugu sharxeen qaarkoodna tawxiidka inay aad iyo aad dadka ugu yeedhayaan oo khuraafada iyo shirkiyaadka aad ula dagaalamayaan sida ansaaru sunna oo kale bay isugu sharxeen oo isugu ammaaneen daahirka waxay u muujisteen bay culammadu ku aqbaleen imaarad daaca leh oo duuna almuslimiin marka la samaysanayo oo samci iyo daaca leh oo ay laasim tahay in la ateeco oo xukun raadis ah inay saa yihiin dadka isumay sheedin culammadana marka umay tasrixin waxaana jirta axkaamta adduunyada waxay ku dhisantahay daahir dawaahir bay ku dhisantahay oo tubaabaysanayaan imaam anawawi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka ijraa'u axkaami dunya cala adawaahir baab macnihiisu caynkaa yahay axkaamta adduunya in dawaahirta lagu dareeriyo lagu socodsiiyo nusuus iyo axaadiisna uu soo aroorinay bacdu laayaat iyo bacdu laxaadiis oo mawduuca loo dariishanayana uu keenay marka culammadii dee daahirkooday ka aqbaleen waxay qarsanayaanna kamay warqabin waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam innama ana bashar wa innakum takhtasimuuna ilay falacala bacdakum an yakuuna alxana bixujjati min bacd faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi shay'an fala ya'khudh fainama aqtacu lahu qicata min annaar waxaa nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam dadku waxa ay sheegtaan inuu ka aqbalaayo waxaana wax ugu xukumayo saas yadaa buu markaa tilmaamay
حديث قاركود وحي شيغيسا اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. عمر بن الخطاب محيري ان الناس كانوا يؤاخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وان الوحي قد انقطع، وانما نؤاخذكم الان بما ظهر لنا من اعماركم، فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه، ومن اظهر لنا غير ذلك لم نامنه ولم نقربه، وان قال ان سريرته حسنه. امام البخاري وحكسورني عمر بن الخطاب بن سعيد تدخي الظاهر انه كل رقم ايه في خير موجسته انه السود وين ايه نبت قالنا ايه وحان خير هين كي موجستنا انه نبت قالنا ان السود وين علماء اساسي كل رقمين. بعد ذلك وحا صبحي وعلماء الفتوى سو ساري بعض قد عضاضي امور سيدي لو شيغاي ان وح كسو نقدين وحياله لغا قرينا اجران markay ogaadeen umruhu inay saas ahayna de fatawa ka duwantii hore bay soo saareen la fatawadu waxay ku xirantahay bi xasabi marka waxa la weydiyo iyo waxa ay waxay ka ogihi taasi ku xirantahay ash-sheikh ibn baz wal ra'is ki lajna daima ulamaadi fatawada soo saartay ra'iskoodi weeyi e fatawadana ku saxayna awaakhir hayati markii la weydiyo jamaa'at at-tabligh ya jamaa'at al-ikhwan al-muslimin waxa uu sheegay labaduba inay yihiin min as-sintayn wa sab'ina firqa قبل وفاته بسنتين وفتوى ذا المركة أخوة شيخ المركة سيدين وفتوى ذا شيرا مركة قول كيس أخير كايوحو يهي إن اللي وضع فرقة بكم ديهين من السنتين والسبعين فرقة وحصوها دي أنصار سنة المحمدية أنصار سنة المحمدية وحيهان شرتي فرقاس أما كوحها للشيغي كوح ذا أقدو حق السنة ذا أقحكته إيه أقدو لكن تام عنها دي يضرن ماءها إن السنة دي تماما وافق سنتين علماء وحي الله بدن بيكون نقديين علماء أكبرته وويني وهي كم تهي إمارة دعوية إن إليهين الصمعية الطاعة له علماء أكبرته أريك النوع سواء نقديين وحنا التلمة من إن يتهي أريم بدعاء علماء سافة وطينة وحكم ذا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز وحكم ذا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الباني مركا يقل لفتود إن السالميهين معها ومخالفات يكون سقيهين باكرته وهي النمط كا يكون سقيهين والنمط أي وحكا قاتين قليه مركا إخوانك أي يقول السميستين إمارة قارة من دون المسلمين إمارة سي إمارة شرعية ماءها وإمارة بدعاء صمعية طاعنا وحلة ولاة الأمور كا أود له السلطة له كواسا مركا يالنا يا صمعية طاعة معروف إن لو أطيعوا وحان معصيها إن لو أطيعوا إمارة سفر كان ولا يقال نايا وقت قا سفر كالكالية يكون قارتها لكن إمارة في الحضر والأورنا يو تذكى قارب يمرك أمير وتهي سمعي طاعنا كل هذا هاي يا سنة يا شريعة ملك تسمون تيم جسم علماء الإسلام كوا حي قانين ماها وحي قانين ماها مرك إمارة دعوية علماء الصاص يضع بيوش يا جنين تاي مرك ميد بيعه مرك تطاوع باكرة لبادي عمل مرك دعوية وذا وذا أنا يوحوي تطاوع ولا تختلف لكن طاع كل هاي وكم با كان أطيع يا سمعي طاع كل معه سنة أنا ملك جمطال ما دخل يذني وحبك أوجين أي الدولة لا يسكر سريعة دولة داسي أي تاي دولة يعني لما يسترن والدولة تحت دولة على مدن وات أي لهدين دولة تحت دولة لا تجوز دولة دولة دي مركا كهو صيصا ولا كهو صيصيا متبنان معها مركا وحوية على كل حال أرجعنا هدو خير هان لها سلف كي واسمين لها واختيا بضن أو وحوية فسادت كصوم ريب أشرة واختيا حتى أي مدح ذي بقردي قاتين اعتقاد مركا حن أو كفرة way dadka ku imtixaaneen oo dadka ku dhibaateeyeen oo dadka ku khasbayeen oo ku leeynayeen oo ku xirayeen oo ku garaacayeen ayaa jirta ma yoodan marka aaymadi aan sameysano imaara inoo gaara aan hoos ka sameysano oo hebel amir aan ka dhigano waxaanay daarantahay marka macna khuruuj ayay marka waxba daaranta dadka qaar baa doona marka inay yiraahdaan shuruudaan ku xiraya oo bi shuruudaan ku banaynaya laakiin shuruudaha marka loo dhigaya shayga xaraanta ah waa waxaan amali ahayn mar labaadkana asal kuma waxa weeyo mid aan daliil lahayn كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق واجب كوحي هاي دينت واتباع ما اختراع ابتداع ما مركا وحوي فتوضاس على حسب وحي مشايخ ذا مركا أم وغضي الله شاقي أي كل سنين يقوم بان أهل السنة أميل هاين فتوكل أم مركا وحوي فتوضا وحي تلمام ينون أيهين أقرب الطوائف إلى السنة إن أيهين فتوكل أشرتو كغريب نمبغا فتوضا كلا وحي تاي وفترة اللجنة دائما لفتوه أي صحيح ضي ولا ويدينا يا أنصار السنة يا إخوان المسلمين كوحها يكم دين لو سؤال يلا ويديني لأننا يورانا يان كوحهاس لما أنتوا حلا اعتبارنا يا من أهل السنة إلى يهين إلا من أتى منهم بمكفر
مويانا كي لي ما ده شيء قال لي ما لي ما ده مويانا انتو ذا كلا وحلا اعتبارنا يا الله أقول صنا يا إن أهل السنة أتوضع أنا واحد صحيحي أفر شيخ وصحيحي ولجنة دائمة مركا أها مركا أفرتها لجنة دائمة مركا أها أي مركا صحيحي وحنا لقرنا يا فتوضع سيسيلة مركا بعيد وطهي وعدي قال لي ما لا تيمين مويانا كو ذا كلا وحلا اعتبارنا يا من أهل السنة والجماعة إليهي وطوائف السنة كبحي ما وحى الله شرط يا قال لمو سبدعاء قال لما كسوك يسوى لك قبي حكرا السنة عن علماء محققين تسيرا يقبان وحي تهي وحى السنة لك قبحا ماها قال لمو أكلية شيخ الإسلام ابن تيمية وحى ورنيا عدة تلاهدا شيخ الإسلام ابن تيمية ورنيا عدة تلاهدا طوائفة أما فرقا لبقية طباطا كائنار تلوغو قد يدمانتود وفرق من لده كبحي أحد أئمة كم إذا أسيدا يدي مشر بورنيا ابن تيمية أورنيا يدل الله قرنا ينقل جيس يا إطلاع جيس يا علم جيس يا بلارك وبلارين ياي هذا نوح التلمام أحد أئمة كم إذا أسيدا قبي مشر بورنيا وصلنا قلنا دمان علماء هنا القبين عذا من لدة كب حيني الدين تي كشرتا هنا السنة دي كب حيسو كوا النار تلوجو جودية كم من غني سحديث كان حديث الافتراق صاصي ضابط التلمام وحن أرانا يا نسك كصة أروري الشيء كلها في النار إلا واحدة ومن نصوص الوعيد ويا لما أرى النار تكوى ريال النار تلقو قدي مركز أساسا أودي وحلو تشيدا عدان من لده كب حنبا لو تشيدا فضو ذا لفتيدا وحلو أخري الشيخ العلامة صالح الفوزان أي الأخري كوى الرنبال ليلي مركز عدة تلاهضة عدي مكفر لتما دمه ويعدي كلا أهل السنة لا يعتبارني الله أقوان صنيا مركز أوحولي سبحان الله ساعن كان الله رنيا فارن غلط النعاس اللي يده ذا وهي ضدكو حيوقة بسمان قار قالاء ومن لده بقى سوقرين أما من لده وكبحي يقار مسلمين ويقو أهل بدعة وإسلام نمدي كسوغان لكن كفر أنو بحل لكن بدعة وبحي مركا ليسوا من أهل السنة ومن أهل البدع لكن هو مسلمين يقولوك لو كسو كيسو يقو مركا أهل السنة وإسلام كي السنة ودارتها يعني كتبها قار كود ومركا فتاوها الشيخ لقى قري أي فتوى ذا النعاس مركا وحسن نقل النساء صالح فوزان ولي ولبا فتاوها عين كاسيسا قرينا شيخ وائد مي أو وحوي ورسالة مطبوعة شيخنا مركا وحوي وائد مي فتاوها مركا وحوي إن مركا لطابعه صداس وائد مي على كل حال ومسألة واضحة ويسكعد شيخ الإسلام ابن تيمية وحوي له ذا لك عالمك واختي ذا قار كود إنزل كردعي كرتو أمسن بريحات كردعي كرو أما غلط كردعي كرو تلمامي مركا صار شيخ الإسلام ابن تيمية وحورنيا نك عالمك وادعي كرتا واختي ذا قار كود إنه كهذا له وحانو كهضلين إلا أجهل الناس مرمركا قاركود ودع دا قفكي معصوم معهم عالمك سيكستو علمي بديهي وقلطمي كرا وسهوي كرا يعني وحوي مركا إلا راعو دليلك أي اللازم والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل كان وحوليهي محا فرق أهو أدحية بين السلفية وحزب الاعتصام فرق قول حياة محوية. بسم الله. فرق قول حياة محوية هاي سلفية مالك استي جوك تبع إلا قبل قبل ما في عنا مالك استي جوك تبع سلفية إمام كيدو ورسولك صلى الله عليه وسلم وعاقد وهو صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحاصد وكلاء قدوه أهل الحديث وأهل الحديث لا يجمعون إلا على الحق يقدينك سحظها دحلي لكن اعتصام سيدا سقوب أعدايستي أما معنى حزب قاس أعدايستي وحان دحلني بإلينا أنه محوءها وحي لديه جيري سحوضة ودنك نجيري جيري الاعتصام كدوه جماعة صومالي كوكوبا سحوضة سي وصحوه دي سوي جرتي مرنا صوفية أهي مرنا أشعرية أهي مرنا مارة قطبية أهي وحكو تكفير سمارة الحكم بغير ما أنزل الله على إطلاقه مرنا طريقة دي منك سروية دي اللي راهدو هايستي شعار كاكدكتي سلفية العقيدة وعصرية المواجهة يعني عقيدة دي وسلفي هدي قف سايرا موقتهي انتقاد فربضا إيو وردود إيو يوكبت بعدها يا موقت مرقنيك محمد سرور عامر وسعود قجوغي يو برنامج كاس سمايستي سوق النبات قالوا سلفيينتي وحويري أنوغو عقيدة وسلفي
لكن واكف اللام ويديو وانين حركيو دو حكم ربعه حزبينو اساسته ربعه وعيري سلفيادان عادقة وحبا كدمان انو هذا اللفظ ديسي دينسو نقلين ما يموكت لكن لسان حالكو وعوية وربا دي معناها السمايستان ييقو شعار كان او عصرية المواجهة معناه دوما مع سلفيادو مرد ما يسترنا اهلو حديث كنقصي باكو جيرا ماركا وان اخوانكي وحلقة دونتو اخوانكا سيدا وحلو مواجهي يقانا oo in asrigan la falgali kara marka laga ma marmo xawankii aan garanayno bidacda waaweyn ay ku taagan yihiin ama xaq aqida ama xaq manhaj ah ala kulli hal niman kan asamka wax ilayeen niman kaas ana wariis u nahay bilay wariis waan dhalnay bilay kadibna waxa lagu arkay iyagoo dadkii ugu yeeraya xisbi taala sidaa uu sheekhu ka sheekeynay amirkiisa la taayaayo هو ما عرقتي إن عهدي للاقي لأيوه وقت يدورنا بيعي وحنا عاصوك إلى أنجرة حكم كإسلام كا هي خلافة بين سوء علينا إليهم حكم كإسلام كا هي خلافة دونا ووحهم مدو يالا ماها كوحف اللاقاه انتي ومدى كدح بحضور إني تراهدوه وشا أنا إسو حل ساري إهلا يقو تاقيرو وبدع تاس ماركو مدو يحيو سمايين حزبي بي ما عرقتي وسمايين أم دون أموه أمدو على كلا قيبنا يا أمد مسلم كاهي يا على كلا قيبنا يا حال ليه هاي أمد جارها جرتا يا أمد دورا لك سوا قيب قلا هو جرجر بالقليه أو عقل يحوق يحاله واحد هاي سوا حاجة كبير بالقليه مركا وأنا من مركا كودسان حكندون يجاب عديه أو ما عرفتي كقرا موقع ليهم بجرو إنترنت كما عرفتي كويا لا اعتصام دوت نت إن إيران وملاينايا مقالات قبل فيريا مقالات يقدم بي أو ما ركت أبو حسان يقرأ يان أو إن ما ركت انتخابات كي اللي قد دالو أو ما ركت ملك السول الجوجر ما ركت وزارة هي حكومات كي يو مامل قبل الذي أرمي أنه عسكر على قيب قلو وحيلي أرنت سبحان أرن مقرر أو مفروغ منها بين نقطتي إلي الواحد أركيسا إيقو منج كي قرتين وحكسو نقلنا يو نهاية وحن ما ركتي اعتمادينا ninki aha in Cabdi Qadir Cabdi Aziz mar isku magacaabay in magacay kanana leh waaniki muftiga jamaatu jihad ladee hijray ee hukamta muslimiin ta aan bakra tabiin takfiirna kulli wada qalu leh hukum bixir ma anzalallahu tafsiil la gelna ya wax jiram ma aha buu leeyahay walaadki kufaarta wax tafsiil la gelna ya ma leh buu leeyahay ee salafiyinti ahlu hadith ki zaman kan joogay wuxu ku tumaa in murjaayihiin غلات المرجع ويا بولي الذين أكفرهم السلف سلف كوا بالتكفيرين بولي نيك النوع عاص وكلاء يا وحن أي قرآن ومنهج كي يكون مجابينه أي اللي يدت كان النشر الناي ومدد أنه ما رأيت نها خرستوه كيف أيسته نيك أسمع حلقة سنقلنا يا سو غش معها نيك التكفيري جاء كبار المكفرين بل رأسهم لديه كرو إن دت كي ما رأيت اللوغة دي علومه وهذا كيسا يدو عبد الرحمن عبد الخالق هو ما ركتي سلفيين تعايي إيه ضد محنطين كدقي إيه أخوان مسلمين كلها تاجرة واجبة له إيه ما ركتي بدعة سيمارة ما ركتي دعوية داس ضد كآدي آد كأو كان عصري كان كمد لقوي ضد كأو لقوي حكم إذا أسر سنة سلاج سشكيناي هو السودان كجرو أكله هي مصر بعد بقول لقوي مركا ضد كنوع عصا كلاها هي أبو الحسن المصري اللي يراهدو إيو ضد كنوع عصا كلاها iyay waxay ka dhigteen dad loo noqdo maraajica waxaad arkaysaa culimadoodii oo faaninaya Abu Basir nin la yiraahdo oo jamacadi qaacidada taageersan oo mowqic loo takfiiriyo la yaqaan waxa laga dhigaya nin culimaa inuu yahay oo baabka jihadka loogu noqdo soo lugooy umad la lugoynaya ma aha amirki jamacada yaa wuxuu yiri qaradawi mujaddid buu ku sheegay waa darajaad weyn قف عالم أو سنة أو وناكسن وين لقى في أي تاي ما مريسه شكله وحين مريسا إن قرضاوي أو ضلالات كيسوي آدوا عديهن وما رت حتى هذا الله مكفر على كوه الله أهل العلم ويك هذلين ودينك بحتى لوجه بحايو إلا إذا هو مجدد بل دينك يا ها هو مجدد بالغيري صاحب فكر معتدل نكاس بالله أمانة يا وذاك لو تسكينا يا مركز جماعة نوع عصا وكراء سيدي سلفية كنا قنايسا فروق دمركو فروق عادي واضحة
xisbinimadaas maartay ku ka tahay imaaradaas taadaalayna maartay ay ku xigto xugundoonkaas uu ku xigo waxa salafiyiinta iyo ahlul xadiis ku waxay shaqo ku leeyeen ma waa bidcu waana bidac waaweyn waa usuul waaweyn oo sunnada looga baxo waxa ay nimankani ku jiraan marka waa sunno iyo bidcu ayay kala yihiin annagu marka ma lihin awriyadii tuugaan ma lihin ama sifaadkii awilaan ma lihin laakiin dariiqadii khawaarijta wax badan bay ka qaateen xarakaadkii bay maarata ayidaan way ammaanaan ilaa ay hadda halkaas gaareen amiirkoodii uu maarata qaradaa uu ku sheegaa inuu mujadid yahay waxa aad la weydiiyaa masaladan ah moogta ictisaam iyo wax ku saabsan iyo maxay ku kala duwan iyagay salafiyiintu risaalada kor salafiyiinta ay nashriyaan baa jirta oo internetka ku nashrisan oo shimaha abdidaahir iyo sheekh cukaasha ay maarata ku qoran yihiin xaqaaiq can aljamaacaat addacwiya alcaamila fi soomaal magaceedu inuu saas ahaabaan umaraynaaya taaba si fiican looga hadlay waxay ila tahay muqadimada laga bilaabo ilaa iyo safxada 25aad waxay ka hadlaysaa un arrimahaas marka qofkii rabaa inuu tafsiil helo halkaa ha u raadsado wixii dhammaanshiyaha noo dhammaystiro kolle sheekh waa tilmaamay furuuq waadixana waa tilmaamay farqiyada kale jira waxaa ka mid a aan ku yaro noqdo horta taa yaro dhaado ragga uu yidhi sheekhu waxbay ka soo qaateen oo manhajkooday ku sheegeen waxaa ka mid a ninkaa la yidhaahdo cabdulqaadir cabdilcasiis isku magacaabay sayid imaamna magaciisa asalkaa la yidhaahdo magaca uu qortay kutubaha qaarkood uu ku qorayna cabdulqaadir cabdilcasiis la baxay ninkaasi wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay aasaasay jamaacatuljihaad amiirkana u noqday fii misra mar labaadkana manhajka quluwiga takfiirka lagu samaynayo ee jamaacaadka jihaadka sheegtaa ay la yimaadaan waa ninka imaamka ku ah ay kaga daydaan kutubihiisa baabka uu ka qorayna waxaa ka mid a kitaabkiisa uu u bixiyey aljaamicu fii talabi alcilmi alshariif kitaabkaa waxaa ku jira takfiir aanu ummadda waxba reebaynin cid isaga la caqiide ah oo sida uu isagu qabo oo kale u socota mooye cid kale aanu soo baaqiyelin waxaanu qabaa takfiir tasalsuli ah oo ummaddii u gaalaysiinayo koox yar oo kooban oo isaga muctaqadkiisa iyo nixladiisa la aaminsan mooye cid kale aanu reebayn wuxuu yidhi xukmi bikayri ma anzala allah tafsiil ma leh ku kasta oo ku xukuma shareecada wax khilaafsan walow fii qadiya waaxida wa fii mas'ala waaxida millada dabadu ka yaho waa gaal wax tafsiilana ma leh marka xukaamta bilaadka adduunyada dhammaantood ka jirta waa wada gaalo xaakim muslimi kuma jiro saasuu yidhi wuxuu kaloo yidhi wala waxa wasiira xukaamtaasi leeyihiin iyaguna waa wada gaalo milladda waa ka baxsayin wuxuu kaloo yidhi wax alla waxa barlamaanaada ee ka jira bilaadka islaamka sheeganaya dhammaantood iyagana barlamaanaadkaasi waa wada gaalo ruux muslimi kuma jiro aqbalaadda uu aqbalay inuu xubin barlamaan noqdu gaal ku yahay wuxuu kaloo yidhi wax alla wixii dirays u qaatay xukuumaadkaas ama ciidamada qalabka sida ha noqdo ama ciidamo booliis ha noqdo ama taraafika ha noqoto ama nooca uu doonaba ha noqday aqbalaadda uu aqbalay inuu dirays qaato yaa keliyuu isaguna gaal ku yaho milladda ka baxay ruux muslimi kuma jira wax alla waxa ciidamo ah calaa ikhtilaafi asnaafihim hadduu doono waxyaalaha qaarkood oo masaalixa ha ilaaliyo laakiin wuxuu ku gaaloobay aqbalaadda uu aqbalay inuu xukuumaddaa dirays u qaato wuxuu kaloo yidhi shacabada doortay xukuumaadka iyo barlamaanaadkaas iyaguna waa gaalo inay doorteen bay gaal ku yihiin wuxuu yidhi kuwa wargeysyada iyo saxaafadda ku tacalluqa ee iyaguna buunbuuniya ee sheega waxyaalaha ay sameeyeen iyaguna waa gaaloo waxay ka yihiin munaasiriin litawaakiit wuxuu yidhi culammada bannaysa in barlamaanaadka la galo ama yidhaahda intikhaabaadka waa la dooran karaa walow lidaruuraba ha ku banneeyaan bee iyaguna waa gaalo wuxuu yidhi shacabada ka raallida ah xukuumaadkaas ama xaakim sharciya u qaba iyaguna waa gaalo yaa soo hadhay ninka noocaasi aan waxba reebaynin bay qudwo ka dhigteen jamaacatulictisaam manhajkoodana ku xuseen oo markay sheegayaan cidday ka qaateen waxay leeyihiin wasiiqatu tarshiid marka wasiiqada la yidhaahdo wasiiqada sayid imaam qoray baa ka mid a meelahan wax ka soo qaadanay yaa waxyaalaha kale furuqaadka waxaa ka mid a dagaallo badan oo fitana ay galeen sida badan had iyo jeer waxay sheegaan uun kiibari kiibari oo keliya ma aha intaasoo dagaaloo kala duwan bay galeen ha ahaato kii waxa weeye kismaayo ee areerida ha ahaado kii markaa bari ha ahaado kii waxa weeye markaa xamar ka dhacay ha ahaado ka etoobiya ka ogeen ka etoobiya gaalay la dagaalamayeen laakiin iyagaan awood loo ahayn bay dadkii ku sallideen oo ku direen oo ku shaqo shaqeeyeen waxaa ka mid a kii gedo
انت صوت قال امر والبا مرك ميد كفشلمان وفرح كربحان هذا هو حوي اعاده حليمه الى عادتها القديمه عن وحن وحي تهي ميل الجود كيل ما ضيو ومذهب مرك وريد فين كو اهو كو اسن حالته مرك اي كبحان وحي يغبحين فشلاد اي كفشلمان حيدون يا الى انت وحصور سنيان القاعده المطلوبه سيدو مركا وحوي محمد قطب كو شيغي كتاب كيس واقعنا المعاصر محمد قطب وحو كو شيغي واقعنا المعاصر كتاب كيس لا يلهدو وحو غوري مركا لا دسيو يمكا فوقا حلو باهن يحي ميسانكا قبن كرا وان مركا او نوقدا الحجم المطلوب ويمكا هدي طبق لا دسيو سو لوما تاغا تيران سو سبدا لوما سميهو سو قرايد لوما خيرو جدارك مخا حجين كرا لا يلهدا مركا وحو اورنيا حكومه لا رادينايو waxay u baahan tahay marka hore in la helo qaacida matluuba oo xajmi macquula waa in la helaa inta ka horaysa weyn far la dhaqaajin ka waxay sugayaan inta waxa way wax isugu hagaagayaan imka markay yiraahdaan dagaaladu waa ka baxnay waxa dhacay fitankii bilaadka islaamka qaar kood ka dhacay Rabiicul Carabi kamid ah waxa lagu magacaabay Rabiic ma ahayn way u sacbiyeen waana ugu tahniyadeen dadkii sameeyay qaar kood xataa cidii ku soo baxday yaani waxa way adiyad bay ku kulkuliyeen waxaan jecelahay inay u tageen oo marka waxa way waftii ahaan kula kulmeen madaxdoodu aad bay u tanweeyisay kacdoonka masar ka dhacay ee mursi ku soo baxay xiyaalahaasina waxa ay wax fitana marka fitanka hadii jir waa u sacbiyaan mudaharaadka silmiga lagu magacaabo way ayidaan waxay ku leeyeen hadii marka waxa weeye nooc inkaara oo waxyaalaha marka qaldan la inkirayo ayuu noqon karaa taasna waxa lagu keenay oo xukuumadka qaar kood lagu riday mudaharaad waana u sacbinayeen waana tanweeyinayeen maxamed idriis wuxuu kamid ahaa ragoodii rasada ka noqday xisbiga jamaacada ihtisaam isku magacaabay wuxuu ila aanu ka imi Malaysia caasimadeeda ka soo duulay hawada maraya ayaa waxaan helay warka ku saabsan in Xusni Mubaarak la riday farax baan isaysan kari waayay buli ama qaalu qoray xaaladda markaa oranayo amirki ma aha laakiin imaarada uu soo maray ninki ka dambeeya markaa imaarada haya waxaan uga jeedaa ragoodi kibaarta inay saaleeyeen waxay aasaaseen mar wax la yiraahdo jabhada islaamiga way xamar ka sameeyeen ur ahaan baa loo sameeyay jabhada markii dambana afar kooxood baa isu yimi oo jabhada islaamiga mid ka mid ah ay ahayd saddex ka mid ah ama afar tuba waxay ahaayeen ictisaam bay ahaayeen al xisb al islaami waxa gundhigu ahaa al jabhada islaamiga oo ay sameysay xarakada ictisaamku ay sameysay tawaayifta kale soo galay iyaga laftooduna waxay ahaayeen kulligood ama gaalib koodu isla xisbiga ahaayeen waxa ka soo baxay dabeed الحزب الإسلامي حزب الإسلامي أنتو فعال كهيا شقينا يا حرف يكون نقدنا يا رمي صوصارين إلى مركز دنبي ولا لدود أقنبيين وحزبك هو كأي كلو ريقين وأجل هذين تحت الأمر النقضة إلا ووحي السمايين ما ينقدين وما يؤران أرين كنوع عسان السمايين وكو قلدانين ضلال بان وهاي وكتوبت كينا مركز دنبي واجرتين الشباب كيسكو دعين لكن وحي سكو دعين دا أمور مصالح يكو صاب سنبا يسكو دعين مددي وحوي لحظة بلودة أي حمر هايستين قرد اعتصام كوالا كولانتا وحي إلى هدين دبها الكيلة يسكو هايستين وقاردها هايدي كايدين لمطا لأن نصيب كايغا نغسية أحبا كايغا ميسان بالمولي مركا وحاوهي نين حكم دوني نين حكم دوني اللي هشين ماهي وحي راك المخالفات كايلايهم وحكم دا سيا شيخ بات المامي ولاقا أيو هايان فرق كليت شره مالها أنقا أياه صحانو أنقو حانونا هاي جماعة السلفية لكن كوان كليقوا اللنسين مالها يا هدي التبليغ تهي يا هدي إخوان تهي يا هدي غير كو تهي كواس الحبدة ستة هذا مركا يسكون عين موياني أنت كلا يا هو حوي صاح هذا كشقي نيسا وضدك صلاة كجوستين على جربه كوا مركا حبدة مركا ستة على جربه يا هذا الشباب كلا يلا هدو أنت كلا وحي مركا أقبان أنا يسكون شين يهي ولا بين سهيان وقتي المساجد ده أنا مركا كك عن تبليغه دروسينا سيد قوتان وحدي قضوا ذي كدي قضونا يعني ما شفتوا مسموح بأن الشات كدو يعني مركا هضليان وحي لهدان جماعات الإسلامية ده هذا مركا تاسي دافعا نمط كاسي وزوين سلفيين تا وان نقضيان وان ضليعيان أما الجامية هكو الشيغان أما الجديدية هكو الشيغان أما أسماك لمركا هكو لران أما وحي كبريهين هون نسبيا مرا إلى هذان مركا تبديعي غلوه كو السمايان مرا إلى هذان غلوه في التكفير بين الأولى ليه مرا إلى هذان جامية وي مرا إلى هذان مدخلية وي مرأي قاركودي إلى هذان وحوي وحزب الولاة يعني مركز سائد هذا تطفي مركز أهل الضلال كهنا وهو عرون يهدي وحلق الشيء على ماذا محايا رنشرين أي ماذا هروا تلقصه النقلي السني الذي إذا ذكرت أهل الأهواء لم يتعصب لشيء منها
وحكى له لو سنغري لم يغضب لشيء منها. أبو بكر ابن عياش وعلماء السلف كي أي مدي سلف كاملة. أبو بكر ابن عياش وكم دي رواد قرآن كسو ورسي عاصم والشعبة راويه اللو يقانه علماء المحدثين توحي الهدان اسمه كنيته مقع وحواء كنيديس كنيته اسمه كنيديس أو مقع لكن قال هذا مركا قراد وحي الهدان مقعيس مقع كالولها مقعيسنا الشعبة الأورنجري إمام كالشعبة الأورنجري الراويق عاصمة إيساق إي حفظة كودة ورين أيان عاصم قرآن أي ماذا حديث كان كم يتبوها وحورنا يا السني الذي إذا ذكرت أهل الأهواء لم يتعصب لشيء منها يا لم يغضب لشيء منها الله بدأ بأولو سنغري سني وحا روح مرك أهل الأهواء قال الشيخ يا أهل البدعة متكم إذا أنو تعصبين أما متكم إذا أنو عارون حاو حلوغ الشيخ ما أنت دادك أهل الأهواء قاها وحبضا وكم إذا هدي وحلوغ الشيخ وهو عارون أيان وأنا أتعصب أيان ولم هذه السنة غير كودوا دلعين أيان مرأي وحوي إرجاء نسبيان ويلهدان ألباني إرجاء باكسوغان مرأي أي ماذا غير كود أي مركا وحوي دلعين وعلماء دواوين السعودية غير كود أي مركا دلعين أي لهدان محوي وعلماء السلطان أي قاركود كعبيران يمرأي ألفات كالو حنحن أي استعمالان با توحيدك نشرق أي نشريان قوي ماءها واتشران أفراد مركا وحوي توحيدك يعني لقاء لكن سماذا غالب كشماعات ولا هذا هاي ماها إني توحيدك آدو نشريان وتوحيدك قد ذالان مضحظة إن منابرتها لقد علي عيو لقع عيو ومنهج خلطان ومنهج كالسلف كخلاف صن واستعمالان طريق السلف كنوحو أها إن منابرت لقد علي عين لقع عيو المضحظة وأيو الرنكاسي وحي صواب إيسا خروج بي صواب إيسا منهج كالسلف كنوحو خلاف صن تان أطي أي مدى قاركود إلهدين سيدا مركا ابن عصيمين يا ابن بازيو منهج كالسلف كمام إذاها إن عيبها مضحظة أي لها إن منابرت لقش يقول هذه الله يرهد علماء السنة وهل قد ضمبيه وفتاوها مسائشة وأوين سياسة شرعية كصاب صنع أي مضى أكابرتها لقاقاته وحيلين ما يددك على لقاقاتنا وحي قبان غلوي في التكفير حكم بغير ما أنزل الله غلوي بيكو سمينة يعني تكفير كمركة ددك لقوق على سنة تفصيل كعلماء أهل التحقيق أي مرين مري ما يان إلا قاركود أكابرت كم يدي أي كدو بين عجلدو وأي لهدين قوانين الشرع خلاف صن أم حيرك الشرع خلاف صني يد واحد تفسيرا ماله وكفر أكبر فرقنا مكر لها ضينا حكومة التي ما ضو يينا أضيع لي مدان أنا أتو ساليي وشيخ ودي وينا الأورنجري عبد القادر نور فارحة الشريط الذي سل يلهذا الحكم بغير ما أنزل الله يصدق الشريط آه وحو كده باي حيرك الشرع هذا خلاف صني واحد تفسيرا إن بينا لهين وحنا لجس الريبين كفر أكبر نوضة تعي أما مدح دقما يده الله تما ده أما حكومة ده الله تما ده وهذا قال مودي كوي مدح دقما يده دولي ما دينه وحكم ده قبائش السميان سجت سريعي مقطع أي قيب صدام بودي مرك قيبت مقطع أي قيب صدان ورد حل مقطع الله قد يجين قبيلك مرك كلا قيب صدا أو يده قبنا إيوه كيفي بالله قد يجيا قبنا هنا قبيل وين قيب صنا يو كلا قاضنا يا وكفر أكبر واحد تفصيلنا مالك يا هذه وحوي مرك شيخ هذه ويناس إذا ومري فرق أقون تبضن وكم إذا هذان وهاي بنك أقون تبضن فالمحل قفل يا كوا كهوسية أما علم أهان أنجارين محل قفل يا كوي الهجرة والتكفير في أضيع وهاب وحو صاق هذا شريط كاس مرك سوي حيوري فالأنجا يجا وحود حيان تطبيق هاي بالصوص عربي وأنت نشجع نينتاس أنت وحد الشجعي وأنت نشجع نقول إلهي عليكم برصوص عرب مرك وحنا نرد حيان هاي أنجو إنا نطبقنا يسقون النظري بس الشجعي أنا طبقين. مركا وحوي فروق فربضن باشرته لكن بعض جاء إنه الشجني بكم ذا يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. والله أعلم. بسم الله كل وقت جينا وعريبه النقضي لكن أحيانا ربعنا نقدره جمعيات كأحزاب تتاجرة أما إخوان المسلمين هالنقضان أما غير كذا هالنقضانة وحكم ذا هو اللي يرى إحياء التراث الإسلامي. لما كسوا حا أساسي عبد الرحمن عبد الخالق أو سيدات إشارة إني علماء ووينية ذا ماركتي سلبيين تعيد أحداثيث كاية عصر غان جوغي آيي أو كده يكوان وحفهمينين حركيين تنا تاقيرسان إمارة داس ماركتي دعويقا إيه قرصونا ماركتي بيعاده وصلة أما عهده وصلنا ماركتي سميستي ويسكو دحمي المان ماركا حزبك عبد الرحمن وسميي إيه جمعية داسي جمعية داسي وحيكا قيب قادتا
الدعوة السلفية لقوية ديرة ما أقول إن ما ركتي أحزابتي وحلق الشيخ وضدك اللوغة ديقو مسألة اسم السلام مارت مناسب وماركان كما أنا فرح سنين أفراد ودا ودياش ودا كمي دا كبيحدي إتحادك لغا بحي وقوصو النقضي مارت أي لهايين ماركا ضدك أس أنا وحن أمسنا هاي إن لا إسكا إلى عليو وقفك الدين كيسو إلى الشدو إنك دلني رضا شقيسن كرا ها شقيستو دعمي قودة إيه وحسين تودة وحاكو حكتها دو إيه أخوة المسلمين تاقير أما ما ركت حركاتك وحكي الشيقين قفك الدين كيسو إنو كلاوين هذي اللو باهن يهي علوشيس نين زهاد دي كميدا يعني أخرين عيمان دويت أو نعيم واركس ونقلين عيو شو ما يتبال ليه جير نين مدح دي كميدا ومريد كميدا يا أوي يا ريو حنو أوي يا ري حنو دي مركة دوو تهمي بوقتاي إن دان لقل لي يهي أما ما ركت منكرات كغار كود كاع مصلى ربي وحنو عاسو كلا إنو لسو الضبايو لسو الجيدا يو داريما مركز وحوغا مرمر سياسة بي سيو سماشي وتقين سو الدين كيسو بقايا روحا ليري محاد ساسو ياشو محا مارتي وغهارتي دعوة يريد الوية مركز وحوغيري فقد أكلة أيسر من ذهاب الديني هذا المعنى يساسو كالوية إن حوغا عنا أنوايو يا يفوض بيرين دين كيقو حقاران داو عسوا قارو ما ينبغي أن تكون بطني أعز علي من ديني بي. هنا نيق على الشيء ذو يا أيك ما ركت مدنان تكلها تدين كيجا مناسب ما هم بقولي مركب وحنا ماشى إشارة يا هدي دين كهذا لا دمعه هيلين هيلين أبو ذر بواح الغيري سيد بخاري وسوى النقلية إن ما ركت أرديس كم إذا ها وحنا كلية هاي بل كورن حولها ما لحظوا أي بحس مركز وحيري ما أنت حاجة ولا جف أي سنكرا فيه غناء غير يعني ولا جف أي سنكرا فإذا كان عوضا عن دينك فلا تأخذه هذه الردين كذا اللي هو بدشوا هقاذا نبغير مركا هل قد دكتور هذا حولها قاركوا الله بحنا أي أو الرب الدين كذا اللي هو بدشوا أفقوا إنه ديفون عن يشاء دين كيسو إلى شدة ذات كدعوة سلفية ماركتي في هذه البلاد هذا إن لا جوجنو هي ماركتي سومالي أسكالبا له إن إحياء التراث بين الله يستعان هو أي مارث كم يلينهين وهذا افتراء سمعين عيا هذا لك بقايا نما أهان وبالله التوفيق شيخ مسألة مطابطة يقول سابسا إحياء التراث الإسلامي و من شرك هذا أم وغدو رمضنا هذا يودقين يبتدون أي بضنته كوحدي هدى أنه الشيء أنه آدي آد بيقوا أيدان أو قعنصيان ومعروف بيكويهين إنه أهل السنة كلا قيب قيبيان أنت أودي كران ودعوة دو ضعيفين كران مركا آدي آد هلوغة تحديرو أهل إسكتشرو إحياء التراث الإسلامي شرب بيوضان شركو دا آد هل إسكت إلاليو هل لقفوا قادو يالا لا تعامل وحلقا قاتين اتنين ويعني من كاسي ضم بيليهين عدي مركا وحكا قادتا وحيدونا يان إنا يلاهدان افعل لا تفعل سيدان هايالي سيدان يال حيوران شرين لغو مهما يشرين من ملك قوته ملك من ملك قوتك ملك قرارك كي قوت كاقا ملكية قرار كاقا نوى ملكينية سمال دم حيلادان أفوح عنا يحشو هذا وحكو السيان هدو من نقضي كريسي مركا آدي آدها اللوغة تحديرو هلا يسكتشرو waxaa dhacday dadka qarkood inay marka la xiriireen oo xiyaa turaas ay wax ka qaadanayeen iyagoo marka salafiyo muujistay oo marka ka baxay yaani jamaacadii ittihaadka qaar ka baxay dib ugu celiyeen oo ku yiraahdeen illa bay la walaad ku noqoto hadii kale wax la waxaan ku siinayna ma jirto marka say dhacday qarkood inay ku noqdeen dib u galeen qaar kalena waxa lagu yiri hadii aanad marka nimanka la tacaawinin oo wax la qabsanin waxa la waxaan ku siinayna ma jirto bal ina shaadkaagu bilaad markaa khaliijka kama shaqeyn doono culimada markay u tagaan way isu qurxiyaan waxyaalaha xun ay sameeynaan uma sheegan intana kitaab baan wasacnay intana ceel baan dhisnay intana masaakiin aan u qoodinay waxa laga yaabo marka shaykhada qaar kood intay maqlaan inay jazakumullahu khayran inay saaku yiraahdaan ya laakiin intee balad bay fasahaadiyan tacwiduda way kala jabiyeen oo kala qayb qaybiyeen مركا وحويه العاقل من اتعظ بغيره كعقل ولي وكيكو عبرقاته
عدة كلا وكي كعبر قاتها النفتي سيلا وحاس كل عان أنا أجينا أوران مركز أنا كعبر قاتنا يا هذو قف كل هذا أنا كما أرجو حي كلا قيبيه يوح شرى يقول فرديه يوح شروطه يقول حلال لما مركز واقو بريه كوك كلا قيب قيبيان دبديد ما مركز سون بعد مركز برارو جيسا يعني بلد هذا أي كلا قيبيان بربريان دعوة دودي إن لقوا عبر قاتا يا أدي أدو هبون مركز أساس أود إني مركز شركه ذا أدي أدا لقى تحبدرو وهالسكتشرو والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أن كل سؤاله هو بدنيهين وحيسك موضوعا أما سؤالها اللي جت هو بيسوق دقيلي وينسكرها فينا إن شاء الله تعالى. أن واحد نسرعين إن الله بس سائل سؤاله ويسوله سائل كان وحول لي يهي أن ما ترى عالم كم إذا علماء علماء ضمرك معتمد كأهل السنة والجماعة وبنيي تعدد الأحزاب الإسلامية سيدا يسؤال شو قرنتهاي أما بكت وقفي أرن كاسين ويهي أرن مركا حرام سؤال شو اللبات نوحي تهاي وسؤال شو مركا لا موضوع وما حي فرق قول حيا بين التنظيم الحزبي والتنظيم الشرعي. بسم الله أي ماذا سنة عصرنا لا يقانو أنو ما أنا أرك قاف لا تعدد الأحزاب ووحونا أحسن أما هو الشرعي أما كتوقفي حالا تنمدين وأنا أرقني إن تعدد الأحزاب وأركان إن يتعي مسلم كيو لك لقوين أيو باطن لا يتعي شرنا أي تعي سيش ابن تيمين سي صراحة أنا وأرين تعي وقهض لي وما أرقتي وح كسهور جيدا سنة اعتصام بالكتاب سنة يتعي وعديه فتوى أرين تعي وقهض لي وتعدد الأحزاب إني ما أرقتي إن شرعه تصنع يصنع حارنته وصي صراحة إنه هو شيء قال اللجنة دائما هذا النوع عصو كلا ويليه ويجون تعدد الأحزاب كاس إنه ما أردت خلد يهاي شيء قاي عنو أنت أصلا عرقني وح ما عرقت كتوقفنا معنا عرق إنه وحاس حرام يهين تنظيم كحزب قاي مت كشرعي قاه تمت كشرعي قاهي ومت كأي ماذا إيه ماذا أحد المسلمين تا ومدوا أطيع صنطة اللي قاني ظاهر كا لأن سارة ديب تكون جرين متك يوم تدو تنظيميا وا وزارة ده النقدان ووكالة ده النقدان يوحنا عاصو كلا سيدوك الأهل السنة دو هدي أي مارك تيرا هدان شيخ هبل مارك مسجد كهكا أخريو فني فلان كاسينا مسجد كهكا أخريو فني فلان يقولون ووحوان أكسن قف ديدا يتعملها تنظيم كحزبي قاهو سوا محاي ودن لي وحيكو الشيس ودد دانا له وما ركتي الدنيا هذين آية وما ركتي سنة دعوة آية وحيكوه شيئين ويحكوه ذان وبدعاءه هي سنة خلاف سنة ولا توفيق شيخ ورنا ميي واحد جرتاء عبد الرحمن عبد الخالق ولا ماذا مسائش يكون نقديين وحكم إذا هيد مسألة كل صابصان تعدد كجماعات كأحزاب أي تعددان وظاهرة صحية ومقال عافمات وضدك الشخص كليا إنا يدبت شوغان يأيكو حبداً وكل الدواني أي تشران أويس خلافساً وكل الدوان وحي النغان إيسا إنا نسكم إداهاي حقا نفعقنا وحبضنانا إيسا تان مركا ضدك كل الدواني هين إيكو حاك كل الدواني أيهي مركا هو موقال عافمات علماء دوان نقديين الشيخ ابن باز نوان نقديي الشيخ ابن عثيمين وان نقديي وحورنا يا شيخ ابن عثيمين كتابك يسلنا ذاكم السغنا وح مركا بنينا إياه تعدد الجماعات والأحزاب بل وحا كسوغان وح مركا دلعين يا كتابك يا سنة ايا كسوغان بل وح دلعين يا إن اي كوحاها يا أحزابتا اي تعددان واي فربطان واي كالدوانادان وح دلعين يا كسوغان كتابك يا سنة مركا سودان الشيخ آياتك قاركو دخري مركا علماتو ساسية دا بيوديدين مرلباتك هدين لغا سوقا دا فردا وتقديرا إني اتشرتو عالم علماء دا كمي دا انزل لكل عضي او بنيي وحلونانا يا عالمين او بنيي ما بنينا يسو مركا ارنكو إني بنانتا كي يلميس ويا علماء دا وحيدا الخلاف ليس بحجة خلافك حجة معها ارنكا دي كتابك يسو ندي بديدا يان عالم با بنيي حجة نغميس ويا قولك عالمك حجة كماها كتابك يسو ندا اي كتابك يسو ندا اتكستب هذا الكود حجة كؤه على مدن واحد الشاجين إنه خلاف كحجة هاي وهي مسألة دي لا سوء خلاف فواجبكم حياي قولك الصحيح هاي لقاتا واجبكم ياهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لما أرن هذا شيء سكو خلافتان مدولي بفرا مدولي وكبر نانتي لما أرن أمحال الأمري كتابك يا سنة اللوع اليو قولك كتابك يا سنة وقلنا وان شاء بضان إلى قاتو صحيح نفرصون هلين وكل في وطاس على ماذا نوحى الشيء الخلاف كنا نحجاهي إجماع حجاء لكن خلافك حجاء ما أحد ونكر أنا مشروا على ماذا وحى يكون إجماع سيهين إن وحوية تعدد الأحزاب والجماعات إنا يبنانتا الفرق للدوان للنقضاء إنا يتايم الجيسة الإمام ابن عبد البر وحورنا يا خلاف كعلماء مسألة اسكو خلافان ليس بحجة عند أحد علمته من أهل العلم حجكم أها أحد أكتد علماء كمد أن أكسونها يؤكتد حجة أي كتا يمتر تبورنا يا مركا ولا ريال مسألة ولا اسكو خلافاسي ولا بأي بنان مركا وريتاي مذهب قلطن تكلا خلاف يد قاركود وخلاف غير معتبر دو خلاف كنص خلاف سيهي حنو قال يا خلاف غير معتبر بنغنية وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر مركا أدلة سكر الروضة هاي مسألة دا الراجح يمرجوح مسألة دور حيصو عالمنا يلم وغنكر تقول كنين ويهي أقوى عالمك لنا مركا يلم وغنكر تقول كنين ويهي أقوى لماذا مسألنا نصوص مركا ظاهرة يا نصوص صريحة أديدة يا مدن بأين تشرين ده مركا سوكلا وحوي وخلاف معتبرة لكن حتى خلاف كستا معتبر معها مركا مسألة خلاف معتبر وكسوغا مؤكسون والله أعلم أحسن الله إليكم وحين سراعين إن لبس سؤالود وطلب العلم كسابسا سائل كني وحاول لي يا هاي يا شيخ والله إني لأحبك في الله وحا أن دون يا إن تفسير كبرتو سيدان أبرتا طريقة أقوى ناكسا أما أقوى فضو دين أبران كرواتي سؤال شكالة يدون وحي أورانيسا ما بنان تهي إن تفسير كردكتو رجل إخواني بسم الله طلب علمي وكل أصول بولي يعني أصول شنو وحا كميدا قفك ومركو ورئيسا إنو اسكاها جاجيو علمي كيسا فرض عينكا كيسا فرض عينكا وتوحيد كيسا كسابسا وصلاة كيسا كسابسا وصون كيسا كسابسا وهدو حولا يسسكي كيسا كسابسا وهدو حجكو أجواج حج كيسا كسابسا وهدو مارت العاك هستوب عمشري وكجرو كسابسا ورطا علمي نوع عاصو كلا ها اسكاها جاجيو وها أتكيو هدي مركا وقت ووصو هارو وحا آد مهموه إنو كوب الله وقرانك حفظينتيس وسيو قرانك آن حفظينين إنو يرادو تفسير بان مارك تاي ربعين أمبرتو سلف كسيدا مجعلان جيرين وانا دليعين جيرين قوكي تفسير كو مشغولة وان قرانك حفظ سنين مركا قرانك مركو رايس كاها جيو وحاكلو مهمة نصوشي علمي وقلين مارك وحبضن وقا باللابنيين وعربي ومالفي عنك قارو كدب ومركا أسهلنانا يا تفسير كو أسهلنانا يا تفسير كون كل الدرجات بقول لي هاي واحد وين أحسن إنه هلا الشيخ سنة أو تفسير كبرتو استجانا والشيء جاية كتابك مناسب كايا لغو باللابايو كتابك دحيح مارت لغو حجينايو كتابك مارت منتهين تو مناسب كوا استجا والشيء جاية مركا إنه مركا طال عشدي كدي من بديو مركا واحد رجينا إن الله وفره علم الله وفره إنه رجينا هنا وحبيراتي مناسبة ماهن إنه من مبتدع أهوس فريستو تفسير كي كتاب قال له سلف وحي ديدي جيرين إني قرآن مجرد وان تفسير لسعنين أي كده يستن مبتدع وحي ليني وحوقا مارت بدلان بان كبقيناو ليه كاقبسين جيرين محاضر ما يرسى مركة تفسير وحي الروالة سواقة شنكر مركة وحلقة ما دقيستو تفسير هكذا يستن إني أخوان المسلمين شاب نعثمين سؤال بالاوي ديكو سابسا نحوه هذان كآخر سنين مبتدع كور أركاسو ديدا شيخو فتو يسوا فتو مارتي مسجل أو منشورة كذا مفرغنا منشورة وحوين مارتي أمثلة أس يعني أكرتوينو محقوه صوتها فرقا كل نصيحين ما يصير دابع علمي نوع الدونها هذه إن مبتدع لقا قاته بالله التوفيق شيخ كل تفسير كوا تخصص كيسي أذكى غاروحي مودان تخصص كيسي إنو فقهي أصولي يهي لكن دكتوراه وحكسي تا تفسير سدوا يدو كنا صحيحين ومقريسان واسلوب تدرج وعلمك سوى حوية شيئا فشيئا لا برنا سيدي اكل مهم سيهين الله كالهور مرين وانا سيدي حكمته تهي ذلك قاركود واحد دون ان تفسيرين البرتان يدو اساسيات كي علوم تعربية ان قرنين لان واحد دعضا ان التفسير كي برن وقت بدنا لقيا بين فديان لكن هذه علوم تعربية اي سوء اخرصان لهايين مركا
فردعين كأي حصليان دبديد تفسير كأي علومتا كلبا وأسهل لنا وهي قرآن كو حكوية من لغة عربية لغة عربية وحيلها النحوائية الصرفية الدبلاغة إلى ذهن مركا روحي مركا لغة عربية قرنية قواعد هذه قرنية تفسير كي مركا لو شرحه سيفي عم بفهمية كتب التفاصيل هدو مركا النقضة مركا لو لغبية دبديد وطالع عدنا فوائد فربد مكيلية لكن هديك له هدي للشرحه قواعد لقى استنباط يو مسائلش لقى الصواب بحاجة وحد يعكر توح بدن إلى المفهمين وين وحفر بدن وح يكون عليه علوم عربية كعلوم تعربية ده وين اهتمام الله صار شريعة دي أردن ببرشدة دي كون عندهم روح مركب بدعوا لقى إن لقبر تفسير أما علوم تكلا الشريعة ده لقبر تا ومدى المناسبة هاي صدى الشيخ وين شافه وايو ده يصدق باللومي يصدق اللومي أديك ما كهنونين يا يا مر هدو إساقو بلو ماي أصنا دي كلو ماي إنو أديقا كوهنون يا مسورو بكرته أديقا نوا كلو مينا يا وحدعي كرتدك قاركو دينا يلاهدان وانسكي إيجايا يوحي قلدا وانسكي إلالينا يا تاسيو أدقته ويا الروح إسكما إلالين كارو روحا مركا ودونا إنو كفا إذا يستو استفادة ودقيسنا أشياء دا قاركو دو ضلالات يبدعانا وحدعي كرتد سيانو الدريما إن اللوغو ديقو اللوغو قرحيو أو دب إلى الروح أنا كعلم بدن ما دام وحبي قايو حلقة يا با أسلوبه أقول لك كرو أنا أقول لك أنا معقول ولا موقده أسلوب كي أسكلقه أي مدى السلف كنا آذي أدبا وعرر يشيرين روح بدعو لاينا وحكرة قيسان ابن السيرين واتال قصر النقلي إنه الروح مبتدعي آيات أخرين لأن الله بدأ لقود فرها وقلي هذا هو تابعين تعلم هذه تابعين تكم دها طالب علم معها وعالم ولو علم هذه السلف كم دها يعصر تابعين تشوفين لما ده دقوت مركو فرها قليا لي آيات قرآن وأخريه محد دقها فرها كجلسي وحده وحن دقها فرها كجلي والله وحن كبقيا تفسير آيات دكوا تحريفين يوم معنها دكوا بدلا يينو صاروا وده نقلب جاي دكوا دعوه وانسك السلبي وياه وانسك ساري كلوياه تاسو مركا أبقيا مركا صادت كقاركود إليهين ما يعني والسمع يبصر بان لا يهوا حلا كلا قرنا يعقل بان لا يهيو وحي قلدا ما أقبله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء غرور كاسيانو كو دحينو قلبيغه اسكا كلسونان شيطان كو انتو كو كديو يانو كو اوران وخي قلدا و اسكا ريبي كريسا فافريد باد كو سمينس marka sida uu sheytaan ku ka dhaadhiciyay marka lafteeda ka soo dii ruuxi bidcoolaha ahana غرور baad u sababaysa ibn usaymin wuxuu yiri fatwada uu sheekhu sheegaya waxay ku taala sharxu xiliyati talib alilm talib alilm oo xiliyati talib alilm oo qoray bakri abu zayd شيخ وكيف شرحي دروسك وشرحي مركز دمنا شرحي سوى الله طبعي ومطور سؤال شكو السابسان روح النحو ما كان ينكر بدعو لأ شيخ وعرنا يا ميا ابن عصيمين ما عرنا يا حما يا ويري وعرنا يا لبقى أفاي صابيسا لبقى أفاوا ما حي وامده روح عننا دغرور السببته أدوح كان ينكر يسيب بدعو لها النحو ما أتكرر قتلي أو يصير هذا مربا هدو يسونا كهوس فريستوح كان ينكر يسنا الله لا يوضكم منطهي مركا إساق اللفتي سي غرور بيكو ريزا أذيق اللفت هذا نوح اللي عكرتا بدعادي إنو كوروه تي الله بعدين يتاها يتبان مرانيا دبا دمركا وحوية آد أقبشو شايق بدعادها إنتو كور دحقريو أسيادو قادتو ويا الروح ويحو تشعليه هاي مروال بو بحصدا روح هدو توحيد تشعليه هاي مروال بتوحيد كبو بحصنا يا وكور رمايا هدو سنة تشعليه سنة دي بمروال بكور رمايا يا اتباعي هدو بدعات عليها بدعاتي بوقفة كان يا وعرريا نحو ما يسقون بيجا يا أيو بدعاتي لحق لينيا مركز أساس أودي أدي أدو إن لوقف هذا ولا يسكت شراء مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك والنافخ الكير حديثك وقرنا إنسان صحيح ها يسيد وشيء أدي لبضنا موضوع كصاب صنع علماء وادري الشدين وأنا تلمامين والله أعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أن لبا سؤالود او لبا سهيل اي كلا ليهين او يسودو سؤال شورو وحي اوڑن ايسا واما حي حكم کا ان لغو ديل ديلو شعائر تا اسلام کا اما دين تا سيدا گڑ کا او کلا سؤال شلو بادنو وحي اللي دهاي گڑ کا ايگا موحيري کرا سي گڑ کو ايگو وينادو بسم الله السنو رسول صلى الله عليه وسلم اكاسوغان او كنو كو جاس جاسو فاركو علمي او ياشي كدب و كفري وحدين كبل وغبا أرين تاين لفضو دايستان ما آهان قرك إن لدايستانا
حديث فربضان باكوسة أرورتي أو صحيحة وحال علم وسوء خلاف سيهين ما أهن مركا وحلو جس جس أبدا أفكر دو حكو عيارة جس جس أيو الدنيا ده حكو جس جس بدين وحلو جس جس دين كيس سنة دي رسول صلى الله عليه وسلم حكو جس جس ودين كيس آنو ساكواين مركو أن كدقين آريك أنو عاسو كلا أما هالنقطة قرك هالنقطة أما ما عرفتي حجاب هالنقطة أما هالنقطة ما عرفتي سواقي أما قميص كلا قاب سناي أما وحون ما عرفتي كم إذا السنة دي كسوغنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لو جس جس وحكيني ساكفر دين كي بالوغا بحا يان لفضي سننتا أرقى أفوه دو عيار آيو عيار توي بضانت مالك هلا آذو دين كي سها أطرق فحنا نادو بقايا دادك واح جلاء ممثلين تي يلي يراهدو إني واحا قرد عان فإذا عكرتيني سنوين كقار كود يكو جس جسان مركا هدي آخر دو دنك اللي يهين حكوان توبان أرنت نوعا سوكلا بسم الله ما يا مبنى أنا كرك الله حيره إنه يترمان رواية وين هذا هو بس كنا قضاء سكابان وحاد حاد يحنا عاصو كلاه إنه يسوب بحانو حيره يا ما يكون مبنى أنا مر بواح قرل وش هذي كوي الله وجه هذا فراه كقات أعفو اللحى وفر اللحى جز الشوارب أحفو الشوارب نصوص ساسلة حديث ساسلة فراه كقات سيد الله كرده جاي هكو سعوده هذو مركا هرادين زيادة سيبتنا شديسة وعبه هرادين لقومة درسنين سنة حديث وحي كلها ذا يفرح كقات مشركين تخلاف مجوز تخلاف يقول يا رسول صلى الله عليه وسلم بركة هذك مسلمين تعلمان وحنو نصيحين هنا إن أنا يقر كودك وعيارين وهي فرح كقاتان سيدة سنة ذا يتاه لا توفيق هذا الكعب الشيخ الشاقي بعد شراء هذا العلماء السلف كقار كمدة اللي قصه وريي ووافق سنة الشيقي إذا كنت لعوبا فلا تلعب بدينك هذا طيب عيار بضن دينت هذا كو عياري يعني واحد كلمة كو عياره دينت هذا كو عياري يعني دينت إن لقو عياره وإن لسك الشراء شيء دينت كم إذا أروحه قرنا إن دينت كم تهي لليل خلقوا لليله وحين نقرأ إذا شيء قال لما قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحاني رب ركشنا يا وحلي الشيخ يقول لنا يرد قاركوذ حق والددة إنا إلا يستمفلكوذ كفي عنين والددة إن الله استمفلانا وواجب شرعي وبر الوالدين وشي واجب قفكنا خير فربضاً كهلاي عمل محاوه خير بضاً بان نبي صلى الله عليه وسلم لويدين تدنا وحاول إيمان بالله حاد ويتكو حقا بر الوالدين بان نبي صلى الله عليه وسلم إلا بدا والد باري الله نقضى الله استمفلاه با إيمانك كسي حقا ما حكوا سيح قال لويدي الجهاد في سبيل الله جهادك وحلق الدجا مرتبة الصدحات سما فلك اللي بدأ والد الله سما فلا يا لجهر مري جهادك مركوا شيء عظيم اللي بدأ والد الله سما فلا إلى هنا وح كل ماني عبادة كل جل عابدها يو استجل لو جاري لا يو عبادة اللي بدأ والد الله سما فلا أي كل به وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا آية الحقوق العشرة آيات الطبقة حق شيئيسة حق الله ما لو قهر مري وحل وحد شيء حق الوالدين لبدا والد حقه دي سداد حق يكلنا والراعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا توحيدك لبدا والد إن الله صمف فلا للراعي والله بالله قد قال أن اشكر لي ولوالديك إلا هاي وحد عني شكر نق لبدا دا والدنا وشكر نق مركا أرن آدي آدم مهمة ويو عظيم آهين لبدا والد الله صمف فلا لبدا والد لما قلا لا أطيع وحي الدنبي أنا هين لقو أطيعه أفيا أدني أفيا قعنطونا وإن المركا لبلو رأيمن لبدا والد أريحون وإن لقو أرون قعما حتى وإن لقو سيرين فلا تقول لهم أفل مفسرين تقاركود مركا يفسر أيان وحيصون نقليين علماء التابعين تقاركودين أي لهدين فلا تقول لهم أفل مركا يفسر أيان قعما هكو سيرين قعما هين لقو سيرا وحي نغنسا مد ممنوع مد ممنوع الذي دي نغنسا وحي سوق ليس والد كارني مضي مركا اريحون ان لغو يراه ما بنانا وان لا احتراما وان لا قدريا وان لا اطيعا وحي الدنب ان هين لغو اطيعا وح معصيه ان لغو اطيعا ما بنانا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لكن وحي الدنب ان هين وان والدك لغو اطيعا سنه ان لا تيماد ان والدك اطيعه هدا استاغتو ولبدا ان كلمي كرين واجبك وحو يحي ان والدك اطيعه سنه وح لغه هرمرينيا طاعه والدك لا اطيعا لغه هرمرينيا ولماذا يقولون
من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فر الكوكو سنها كم مشغوليا ومذ معذور عذر دار صاحبه، لكن روح السنة كم مشغوليا فر الكي سقوى مغرور ومذ شيدا كدي. ذات الهدوء مركا هو يدو حوها مقلين السلاة دار السنة اسكتكو أما التراوح هذا اسكتكو وركالا إيسو أديقو وحاني وحاني إيسو وقبي كتري وقت السلاة دار التراوح دار التكيني يينا وكوبيا قنطا وأين أن مركا أسوى قبطة وحي مركا ضلبطي أن دمبك أهي وهي أمر كيدي وحي كل نقطة وحي سفره هذا هنا قالوا تكسرنا هذه شما عادي ما إضافة إذا هكو دافته لكن هذا خلافته أدي دو أتراوح وكو صغر ما يتراوح إذا أنتو كان إياه تراوح إذا أنتو كان سواس ما بيسا وهي والد كبار عاصرة سنة دراد يتبنوا عاصرة مركا قعمها إن لغو صيرا ما بنانا حتى إن لها إن لغو تخلا ما بنانا واحد كراهي إيسان إيسان كوكو إله دي سعر الله إن أدوه يكتو أن لها كو تخشو علماء دو واحد إله دين عقوق يكمي تان والد كارن مضى الإمام البخاري كتاب كيس الأدب المفرد وحكسو أرورين إياه إن العلماء دي السلف كقاركود أي إله دين إحداد النظر إلى الوالدين من العقوق إن لها لغو تخلو لبدا والد وحي كمي تاي والد كارن مضى والدك وإن لو إيجن سعر له حتى أري مؤرن قعانكم الصيدين وإن لا احترام وإن لا قدرية وإن لا أطيع وإن مركا وناك قوذا لا اعترافا وحي الدنبي أهني وإن الواطعة وإن لو أصم الفلا وإن لا هالي قرية وحي الدنبي أنا هين وإن لو أطيع دنبي إن لو أطيع مبنانا وإن لا هالي قرية وحي الدنبي أنا هين لو هالي قرية لكن شاي دنبي هدوكو أمرو والدك للماء إمانا يا دنبي أبي هدوكو إلا ذكالة قرك إغحير حكيه لنتاس لكن مركادو دي دي سيسي لطفان أدو لها الله يا أباتي أباها يو يعني أرهن كانوا الدنبي شرعيقا دي دي أمركا أمر شرعيبا كهري أمركا شرعيقا كوين أدوما إلهي بير يعني او عقل علي أسيء معقول أركو أولا هادل وترتيبي واللطف سيدي برسان أولا هادل لكن شيقي الدنبي هكيين هدو قادك إيسو إيبي كويلة أما السيقارك إيسو إيبي هكيين لكن سير لطفان أولا هادل نار بان كبقيا سمفالكا وحان كتشعلهي مجرو لكن سمفالكا نار إيه سبب الدوني ماي أري الله اللطفان كل هذا وحالله وحلي الدنبي أنا هين وكاييليا لكن تنت شرعي وحالي يقول شيء الدنبي نيت يعني ساس أولا هذا يعني أولي مرسنادة الدبعية أطيع وحلي الدنبي أنا هين كو أطيع تاسي إذا كد دالة سمفالكا لبدو والي الجنة تحت أقدام الأمهات فضل فرب ضنبا كسو أروري مركا سمفالكا لبدو والي أدهل لقد دالة والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من باب المناسبة مسألة مركا بر الوالدين سؤال كسابسا أو سائل ونسوي دي وحولي يهي وحان شعلها إن أن أرح ليستو طلب العلم والد كين إيمو قولا محادي قولتها لنيسان جزاكم الله خيرا. واجب كوحي هاي مرها دانو كو قرين والد كائنا دور حليسة طلب العلم قاس طلب العلم قاس إن الشيء فرلا وأنا أدبلت ككيه لينين وأدبلت كلا أدورنا يصدم ماءها وحي نغنى يساهم من قبيلي فروض الكفايات أيوم بي نغنى يساهم يتاهي هذا وقبضنات مرها دا يساس طاينا يفرض عين يفرض كفاية هذا إسعاردان فرض عين كالهور مريا أولا كل مكر واي فرض عين يفرض كفاية هذا إسعاردان ولا كل من كريوايو ولا بذا بل لو ذا إيمان كريوايو فرض العين مقدم على فرض الكفاية فرض عين كالجا قدم يا ولا ظهر مرنا يا فرض كفاية وإن تشوكت مره الدوارد كاكويري شوك أو صم فشاء علم جنا واحد بلد كاجا كبر أنكر تؤت كبرتها وأتكد ذا شاء أهل صن نقل يا علماء ذهورة أي وح يا لشجعي إنه يري مرح لا يسنن ويهو يدي بأيديدي مركا برم بأمي سمفلا هو يضي أسمفلا يدراد يدبان أرح لي سنواي شيخ سيوح النقضي الشيخ علمي بضنو طاعدي أهو يدي أطيعيب إلهي أبرك في علمي السين مركا الشيخ آدو علمي بضنو النقضي فحلا حصيك تو لكن بركة إلهي علمي السين أقريب البركة من الله تضع علمي بضن برتاجر تو علمي أن الله بركين مركا وحوي والدك كدو عيسو والدك أطيع هذا والدك الرحلة كوديدو خأرنن إلا بإلا وان خلافيا ويا الله فرض عين بإسعار ذي مشى مطالة فرض عين كبرت كاجوات كه ليس وحين نغنى يسون فرض كفاية إن هذا الرحلة يسون لهاي مرة ده يساس نغتنا
فرض العين مقدم على فرض الكفاية، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال قبل الأخير وحاوسائلك اللي يهي أدلة مركا قصو أرورتي صفة العينين ما أدلة استنباطية با مسوى أدلة ثابتة في القرآن والسنة. أدلة قصو أرورتي صفة العينين وحلقة استنباطي كتابك إيه السنة ذا إيه لقى استنباطي شرط ماها إلا بإلا إنا مركا دليل كالصائن الصريح نقضه والله إنه ما أرانه كليا أدلة الصريح هذا إما سأيش كعده كليا قاتا أدلة وحين نغنكرت أدلة مركا ظاهرة في المسألة وحين نغنكرت أدلة لقى استنباطي يا أي نغنكرتها وكوح لقى استنباطي آيات كقرآن كي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور نبي روحه صلى الله عليه وسلم دجال وأعور ومدعورا ربينا معورنا رمضان واحد الشيخان أعور كوينو يهي من له عين واحدة كإلكلي أسقنات أي أعور ليلهدا هدو إلكلي ليه إلا بادان لهين وعور ظاهر بيع علماء ليلهدين عن صار رطي النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عينيه وكان الله سميعا بصيرا وأشار إلى عينيه أي لسوري وحكى الله قاطع آياتها قاركود تجري بأعيننا وحكى الله سنة إجماع علماء إسكو إجماع سيهن إسكو وافق سيهن علماء أهل السنة والجماعة أن إلهي أي أسق نادين لما إندوت وأن إندها خلقي لم يدهين كيف كودي يقاب كودنا أين أنكرني سيدة أسوار ورتين أرمين من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف مركز سيدة الله ينغشة وإن أرمين إلا إذا هذا الشيء وهذا الصريح أهين ومسألة كعضينا قادة ما إنه ومنهج قلدا ومن طرائق البدع البدع ودوين كودي طرائق دودة أي كمتا هاي مركا أدي أدها لو قد تحديره هل يسكتشره مصلق النوع عاسا ما طريق عين كاسا وأين وحوي أدي لذا للراعة علماء أهل السنة والجماعة يعني سيدة الشيقان مركا للراعة سلف كي سيدة مركا وحوي تقريريين لغو السعودة والسبيل المؤمنين كي ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال شو قدام بيسا كل سؤال هو بدنايان وقت قلينو سامح ما إن لو دا شاقو أما با علماء الله دا بندقو سؤال شو قدام بيسا إنو كسو قبقبين دون مجلس كينا بإذن الله تعالى وحيتهاي محا شيخ محا وقول نصيحين إيسان لأن يرد الطلبة العلم وحويا أكو إرشاد لهيدين في الوقت الحالي. بسم الله وحنا وقول نصيحين إنا إني وقت وذا كفا إيستان نيادو ذا هقاجيان علمك أو قصدان إني نفتو ذا جهلك كساران سيدو كلا أمد الإسلام كان أي معركة جهلك كساران ويكو عمل فلان ويآخرة كبت بادان علمي هو عباده ما أهن الدنيا ما أهن ما أهوح مارك تناد نمال لقرات سادو هو عباده عباده نحيو بانتا إخلاص من ولي ماهدو عقيدة دقوف كان مارك وإسكال صحو عقيدة دي سأين نقوط عقيدة دي لقبت باده أي عقيدة أهل السنة أهل الحديث وإسكال إلاليو بيدعي وإسكال إلاليو شيخ بكر أبو زيد كتابك هو هذا الشيخ الشيخ وحيابه النسيحية طلبة علمه وحكمتها يعني لا تكون خراجا ولاجا في الأحزاب هذا المعنى الساس وكلاوها مرقلا مركب بحا هنقل نقول لي أحزابتها ووحد مارة ذاتكي كجيدية وسببه نقضي هنا مارة علمي كجيستان وعني كو انتفاع أما علمي وإبران وعيان أما حتى هدي برتان علمه ودو النقضة ميد لوغو قرقار وأهواء يدنقار تاسين وانا سيب درو أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه ويرنك شعرك أها علماء كم إذن أها مركا هنا دمارة كدة شو النفط مارة سيقاته هذا نكذب الدنيا الراسي أرنت أي نقطه وانا سيب درو جهل قاوة كفي عناقه كله كفي عناقه كله مركا وين قفكم مارتي عزدي شريعة عزدي عقيدة صحة هيد
هي طريقة أهل الحديث وإلى عليه نفتي سنة ومارتي وارديه سيدات عن شيء إننا وإسك إلى عليه مارتي مالك دنت لقل لي ويهي إن دينك هذه الوئيب سدوه وحبرك عمله وحفايدان عمالها قفكو هشقيستو دولا يريو شقيسنكر هشقيستو هدي الله ده مارتي إنه سهل الدولة وناكسن أما انتد وحيستا جزاهم الله خيرا طلبة العلم أو التفريغي علمي وأروح وين أكثر؟ وهذه غف علم ونبرنا عيو حتى إذا كذا إلنا السياحي ومشروع صوبته وأروح وما دكوا انتفاع عيسو ما أروح قارة هذي رعاوة المارس لا تقول البندو كنايا كم مظن معي إذا كم مظن معي صوب